من اللي اسمه ايه دوت من تيمز، انا بحاول ادونلود المحاضره اديتها، مش عارف هل في مشكله في الداونلود؟ هو معانا بيكون تمام. تمام، اوكي، انترستنج جدا. انا بحاول اكليك داونلود كذا مره مش شغال. طيب ايش نوت ايش، خلينا دلوقتي نرجع تاني للمحاضره بتاعتنا. يمكن انا بس عايز امفاسايز على كذا نقطه، اللي هي الاساسيات اللي احنا هنتكلم عليها في ماده الابلكيشنز، هي مايكرو سيركتس. وعشان نستوعب او نعرف اهميه دراسه الموضوع، يبقى لازم عارفين ايه هي المشكله اللي احنا وي ار ادريسنج. المشكله اللي احنا بنعمل لها ادريسنج هي فكره الدايمنشن بتاعت الدايره بتاعت السيركت، وهل هي يعني ليها تاثير ولا ملهاش تاثير على الفولتج والكارنت. This is the fundamental problem اللي احنا بنتكلم عليه. فعشان نجاوب على السؤال دوت، فاحنا دايما بنبص للدايمنشن بتاعت الدايره بتاعتنا مع الويف لينث. دي العلاقه دي فيري فاندمنتال. لو الدايمنشن بتاعت السيركت اصغر كتير كتير من الويف لينث، يعني انا لو جيت بصيت عندي هنا اللي هي اللي احنا، لو انا بصيت على ان انا الدايره بتاعتي الدايمنشنز بتاعتها صغيره جدا بالنسبه للويف لينث، فاحنا كل شغلنا لو نتكلم مع بعض كنا بنقول ان الفولتج بيساوي اي تو ذا باور ماينس جي بيتا زد، وبعدين في عندنا التايم ديبندنس اللي هو اي تو ذا باور جي اوميجا تي، وبعدين بعد كده الامبليتيود بتاعنا اللي هو في بلس مثلا في نوت. ده اللي احنا كنا يعني خرجنا منه من الكورسات كلها. الترم ده في الحقيقه ده بيلعب دور مهم جدا، البيتا مع الزد دي. طب بصينا للبيتا، فالبيتا هي عباره عن 2 باي اوفر لامدا، والزد هو المكان اللي انا واقف عليه بالنسبه للدايره بتاعتي. فانا لما بقول ان الزد بالنسبه للامدا، زد بالنسبه للامدا اصغر كتير كتير من الواحد، فمعنى كده على طول ان انا الترم اي تو ذا باور ده هيقول الى ان اي تو ذا باور ماينس جي بيتا زد بتقول ابروكسيمتلي اي تو ذا باور ماينس جي زيرو، فابروكسيمتلي ده بيساوي واحد. وهي دي الفكره كلها، ان انا اكشولي لو انا عندي الدايمنشن بتاعت الدايره بتاعتي اللي هي بنعبر عنها النقاط اللي انا بتحرك عليها بالنسبه للدايره، وببص على الويف لينس اللي عندي، الويف لينس اللي هو سي اوفر اف، حاسه السي هي السبيد اوف لايت في الميديوم والاف هو الفريكوانسي. فانا لو بصيت على الريشيو دوت ولقيت الريشيو دوت اقل كتير من الواحد، يبقى الفيز ديبندنس اللي بيجي من من السبيس بيبقى البيتا في الزد تقريبا بيساوي زيرو، فكونسيكونتلي بيساوي واحد. طبعا الكلام ده كله مش هيكون سليم لو احنا جينا وحطينا بقى اللي هو لا، ان العلاقه في زد ولامدا في ما بينهم ريليشن. ليه؟ لو انا جيت بصيت ان في علاقه ما بين الزد واللامدا، وناخد بقى الترم ده تاني، فهنلاقي ان انا لو انا عندي الاي تو ذا باور ماينس جي بيتا زد، والبيتا والزد دول كومباربل، مثلا يا ترى باي على 2 اور مثلا باي اور باي حتى على 4 وات ايفر اني باي يعني، فاكشولي ده. ومن هنا يظهر ان الفيز بيتغير مع السبيس. وفي الحاله ديت لازم هلاقي ان الفولتج ما اصبحش قيمه بتعتمد، احنا قلنا في اللو فريكوانسي، في اللو فريكوانسي الفولتج لا يعتمد على السبيس، نو ديبندنس يعني. نتيجه ان البيتا في الزد تقريبا بيقولوا الى الصفر، فنو ديبندنس ان الفولتج والكرنت. طبعا انما لما نيجي بقى في الهاي فريكوانسي هلاقي ان الفولتج والكرنت فهما الاثنين سبيس ديبندنت، نتيجه البيتا في الزد بقى اصبح ليها قيمه. فهي دي المشكله اللي عندنا في الحقيقه، ونتج من كده ونتج من كده ان احنا لقينا ان فكره ان انا اقول ان الفولتج جاست فاليو لا يعتمد على السبيس، ده كان يعني تقريب مخل جدا. يعني انا اي كانوت ديسكرايب الفولتج ان هو جاست، هقول ان هو عباره زي الاي سي كده ساين اوميجا تي، ما
مع سيرتن في نوت، حتى ولو حطيت له فيز هنا كمان، ده تبسيط مخل. ولقينا ان الاصل في الديسكريبشن للفولتج ان انا لازم اقول ان الفولتج عباره عن في بلس اي تو ذا باور ماينس جي بيتا زد زائد في نيجاتيف اي تو ذا باور بلس جي بيتا زد. ده هو ده التمثيل السليم للفولتج وشرحه الكرنت نفس الكلام. دول ده التمثيل السليم، وهنا بناخد في اعتبارنا الديبندنس على زد. وكمان ظهر تو فاكتورز ان هو ويف بروباجيتنج في البوزيتيف زد، والترم الثاني اللي هو ويف بروباجيتنج في النيجاتيف زد. دول هي دي المشكله اللي عندنا. ودي اللي احنا بنحاول نحلها في كل دوائر الويفز. يعني ماده الفيد بتاعت السنه اللي فاتت، ماده المايكروف 1، والماده ديت في الحقيقه السبيس ديبندنس للفولتج والكرنت وتاثير الكلام دوت على البرفورمانس بتاع الدايره. طبعا السلايد ديت انتوا يمكن درستوا منها كذا حاجه، ويمكن ان استنفذت وقت كتير جدا في الترم اللي فات في دراسه الاستراكشر ده اللي هو ريكتانجلر اوف جايد. وبعدين خلاصه القول اللي احنا طلعنا بيها في المايكرويف 1 ان الويف ايكويشن عندنا does not have one solution inside the rectangular void. الويف سولوشن ليها مالتيبل، الويف ايكويشن ليها مالتيبل سولوشن، وسمينا السولوشن ديت مود. وبعدين كل مود عرفنا ان هو عشان يقدر يبروباجيت لازم الاوبريتنج فريكوانسي تبقى اكبر من الكات اوف فريكوانسي. ودي فاندمنتال بوينت برضو عايزين نتكلم عنها في كلمه المودز ديت. المودز موجودين regardless evanescent او propagating، وموجودين ليه؟ depending على الاكسايتيشن. يعني الاكسايتيشن هي اللي بتحدد لي المود موجود ولا مش موجود. انما قدرته على البروباجيشن بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الاوبريتنج فريكوانسي. يبقى انا عندي تو بارامترز مهمين جدا عشان اقدر اقول المود ده موجود ولا مش موجود. اولا الاكسايتيشن، الاكسايتيشن بتقول لي المود موجود يس اور نو، يس اور نو. المود موجود ولا لا. وهنا فكره الديكومبوزيشنز بتاعت زي فورير سيريز كده، فورير ترانسفورم. لو انا عندي سيجنال بعمل لها اكسبانشن، فالمودز بالنسبه لي هم دول الاورثوجونال سيت اللي انا بستخدمهم تو اكسبريس اني سيجنال انسايد ذا ويف جايد. تاني، يبقى المودز المفروض بالنسبه لي دول بيكورسبوندوا، لو حبينا نقول ان هم كومبليت اورثوجونال سيت، تمام كده. اي ويف عشان تتواجد جوه الويف جايد، ايذر ان هي تاخد شكل من اشكال المود ديت او سميشن ما بينها، لينير سميشن. يبقى اذا يبقى انا عندي الويف اللي جوه الويف بتاعتي عباره عن جاست وان مود or linear summation من المود. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي انا بدور على الحل بتاع الويف ايكويشنز ليه جوه الريكتانجلر اوف جايد عشان اجيب المودز. المودز دول بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي هم دول الكوردينيت سيستم اللي انا بستخدمه، الاكس واي زي اللي انا بستخدمهم في السبيس، او التايم الريال والايماجينري الموجودين في التايم، التو كوردينيتس بتوعي في التايم الريال والايماجينري. انا المره دي المودز بالنسبه لي هم دول الكوردينيتس الموجودين جوه الريكتانجلر اوف جايد. اي ويف عشان تتواجد جوه الريكتانجلر اوف جايد، اما انها تتواجد على شكل مود من اللي احنا من الحلول اللي احنا جبناها للويف ايكويشن او سميشن من هذه الحلول. وانا متهيألي احنا قعدنا الترم الاولاني كله بنتكلم على السولوشن بتاعت البارابليت اوف جايد والريكتانجلر اوف جايد، وبعد كده سيركلر اوف جايد. وانا كنت المره اللي فاتت برضو بعت لكم اليوتيوب شانل على اساس اللي عايز يراجع على الكلام ده برضو هيكون موجود يعني. انما الحاجه اللي هي مهمه جدا اللي احنا درسناها في الفيلد بتاع السنه الثانيه هو الكواكسل كيبل. اكشولي احنا درسناه بس ما خدناش بالنا، لان هو برضو لما بيجي بيتشرح الكورس بتاع الالكتروستاتيك يوجوالي لما بيتشرح يعني ايه البيج بيكتشر ميبي بتوه شويه في الكلام. الصوره الكبرى او الصوره الاساسيه او الفاندمنتال توبيك اللي احنا بنتكلم فيه
في الفيلد بتاعت سنة تانية، وهو إن شاء الله في اللائحة الجديدة احنا عاملين كورس مخصوص للترانسميشن لاينز والبروباجيشن في الفري سبيس. اكشولي احنا قعدنا طول الترم بتاع الفيلد بندرس ان انا لو انا عندي بوينت تشارج بشوف الالكتريك فيلد بتاعها، وبعدين بعد كده بنيجي نتكلم على الكاباستور، وكلمنا على البارل بليت كاباستور، وشفنا الكاباستنس بريمتنس قد ايه، وبعدين بعد كده جبنا التو تو كو اكسل سيلندرز، وجبنا برضو الكاباسيتنس بتاعتها قد ايه، وبرضو متهيألي جبنا تو كونسنتريك سفير وشفنا الكاباسيتنس بتاعتها قد ايه. كل الكلام ده شفناه في الكورس بتاع الفيلد خلاص. وبعدين بعد شويه بعد ما خلصنا الجزء بتاع الكتروستاتيك ابتدينا نتكلم على الجزء بتاع الماجنيتوستاتيك. وفي الماجنيتوستاتيك اتكلمنا ان احنا لو انا عندي فيلمنت ماشي فيها تيار، فبنطبق الرايت هاند رول وبنقول ان انا عندي ماجنتيك فيلد بيطلع مع التيار دوت. وبعدين اتكلمنا لو انا عندي تو فيلمنتس فيهم كارين كارنت ايه اللي هيحصل، والفورس اللي هتظهر ما بين التو كارنت دول. وبعدين بعد كده من الحاجات المهمه جدا اللي احنا اتكلمنا عليها اتكلمنا على الاندكتنس بريميتنس. اتكلمنا الاندكتنس بريميتنس، وبرده من الاستراكشر المهمين جدا اللي احنا اتكلمنا عليهم اتكلمنا على الاندكتنس بريمتنس للكواكسيال كيبل. ليه بنتكلم على الكواكسيال كيبل؟ لان الكواكسيال كيبل ده هو ده جاست وان اوف ذا مين فاندمنتال كومبوننت في الترانسميشن لاين في اللو فريكوانسي وفي الهاي فريكوانسي. و لما بنيجي نتكلم على الكواكسيال كيبل بنتكلم على تو بارامترز مهمين جدا درسناهم في الفيلم. اخذنا الكاباسيتنس بريمتنس per unit length، واخدنا الاندكتنس per unit length. Unfortunately بنقف في المرحله ديت او وقفنا في المرحله ديت، يعني بعد ما جبنا الكاباسيتنس per unit length وجبنا الاندكتنس per unit length توقفنا. الواقع بيقول ان احنا الاثنين مع بعض بالنسبه لنا دول بنعرف بيهم البارامترز المهم جدا في اي ترانسميشن لاين اللي هو الكاركترستيك امبيدنس. الكاركترستيك امبيدنس هي عباره عن روت ال على سي، حيث ال هي الاندكتنس بير يونت لينث والسي هي الكاباسيتنس بير يونت لينث. جماعه وزي ما نشوف كده الكاركترستيك امبيدنس اولزو ان اليونت بتاعتها هي الاوم بس وهي ريال بارت، يعني الكاركترستيك امبيدنس از ريل فاليو هاز ريل فاليو، الا ان هي بتربط حاجتين الاصل اللي فيهم ان هم ايماجينري، الاندكتنس بير يونت لينث والكاباسيتنس بير يونت لينث. وعشان كده الفاندمنتال ميستيك اللي احنا بنقع فيها دايما لما نيجي نقول الامبيدنس الكاركترستيك امبيدنس بنقول ات از ان امبيدنس، اكشلي ذيس از نوت ان امبيدنس، ذيس از ا تيرم ذات كاركترايز ذا ترانسميشن لاين. الكاركترستيك امبيدنس هي ليه امبيدنس؟ عشان اليونت بتاعتها الاوم، بس اللفظ الاهم في الاستخدام هو الكاركترستيك. ات از ا كاركترستيك امبيدنس. Characteristic in what sense it characterizes the transmission line. It characterizes the transmission lines in what aspect? In the ratio between the inductance per unit length وعلى الكاباسيتي per unit length. And if we include the losses معانا في the general expression بتاع الكاركترستيك impedance تبقى R plus J omega L على G plus J omega C. ومن هنا هتلاحظ لما ندخل اللوسز معانا في الاعتبار يبتدي يظهر الكومبلكس نيتشر بتاع الاندكتنس والكاباسيتي. بس نتيجه لو انا بتكلم على لوسلس ترانسميشن لاين فالار ب 0 والجي ب 0 فالجي اوميجا ال بتروح مع الجي اوميجا ال فارجع للمعادله الاساسيه اللي هي روت ال على سي. This is really very fundamental relation عندنا في الترانسميشن لاين. والاكشولي لو لاحظنا ان احنا يمكن بقى حاجه اخدناها في البارالل بليت اوف جايد. البارالل بليت اوف جايد لو احنا جينا بصينا له ترى ايه هو البارالل بليت اوف جايد ان تيرمز اوف سيركت في اللو فريكونسي. شباب سؤال يا شباب، حد معايا يا شباب ولا كله نام؟ يا بس بالظبط الله ينور عليك. ال 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 parallel plate of guide في الحقيقه it is no more than الكاباستور. يعني انت الفكره كلها في اللو فريكونسي ال parallel plate of guide هو الكاباستور،
وانت في حاله لو فريكوانسي there is no propagation، فمعنى كده انا مش مهتم بمعرفه الاندكتنس بريمتنس وبكتفي بس بالكاباسيتنس. وبما ان الدايمنشن بتاعت الكاباسيتور ماتش سمولر ذان الويف لينث، ففي الحاله ديت انا اي دونت ديل مع البارال بليت اوف جايد از ترانسميشن لاين، هاويفر اي ام ديلينج وذ ذا بارال بليت اوف جايد از كاباسيتور. وين ذا فريكوانسي انكريزز ايه اللي بيحصل؟ البارال بليت كاباسيتور اللي احنا شايفينه الاستراكشر البسيط دوت ايه اللي هيحصل؟ اول ما الفريكوانسي عندنا بتزيد يبتدي يحصل ايه؟ ان الفولتج على البارال بليت كاباسيتور يبقى سبيس ديبندنت. يبقى سبيس ديبندنت يبقى معنى كده ايه؟ ده معناه ان انا عندي الفولتج الديسكريبشن الاكيوريت ديسكريبشن بتاعته هيبقى عباره عن تو كومبوننت، وان ويف بروباجيتنج از ا بوزيتيف زي دايركشن اند انذر وان از ا ويف بروباجيتنج ان ذا نيجاتيف زي دايركشن. والويف اللي جايه من نيجاتيف زي دايركشن زائد جايه في الاساس due to any boundary conditions موجود في الزد. يعني اذا if انا لو ما حطيتش boundary condition في الزد فهيبقى انا عندي just الترافلنج ويف بتاعتي ويف بروباجيتنج از ا بوزيتيف زي دايركشن اند فول ستوب. فاحنا في الحقيقه درسنا ترانسميشن لاين، ودرسنا ترانسميشن لاين بس فروم ذا الكترومغنتيك برسبكتيف، ان احنا حلينا الويف ايكويشنز جوه البارال بليت اوف جايد. ولما درسنا الويف ايكويشنز جوه البارال بليت اوف جايد قدرنا نعرف الكاركترستيك امبيدنس. بس لما جينا عرفنا الكاركترستيك امبيدنس عرفنا الكاركترستيك امبيدنس قلنا ان الزد كاركترستيك هي الايتا صح مضروبه في ايه؟ في دي على دبليو. حاسس ان الايتا هي الكاركترستيك امبيدنس او الويف امبيدنس اللي هي الاي على الاتش، وبعدين ايه الدي اللي هو صح مثال الاكسبريشن ده صح يعني الدي هو الدايلكتريك تكنيكس والويتس هو الويتس بتاع البارال بليت اوف جايد. فده الكاركترستيك امبيدنس. بس الواقع بيقول زي ما اتفقنا الكاركترستيك امبيدنس از نوت ان امبيدنس، ات از ا كاركترستيك بارامتر ذا كاركترايز ذا ترانسميشن لاين اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الروت ال على سي. انا متهيألي السلايد بقت مليانه شخبطه بس هوفلي ان هي تبقى واضحه يعني. فده الكونسبت اللي احنا بنتكلم عليه، اخدناه في الفيلد السنه اللي فاتت بس اخدناه من غير ما نلينك الحاجات بعضها لبعض. قعدنا ناخد استراكشرز كتيره، البارال بليت كاباستور جبنا له الكاباستور وما اظنش ان احنا جبنا له الاندكتنس في الفيلد، الكواكسيال كيبل جبنا له الكاباستنس بريميت لينس، ولما خدنا الماجنيتوستاتيك جبنا له الاندكتنس بريميت لينس. ما حطيناش الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض هم دول الكاركترستيك امبيدنس بالنسبه للترانسميشن لاين. انا بس مش هراجع الكلام دوت، انا هممني بس ان انا اراجع لكم بس على فكره التليجرافر ايكويشن، وده يمكن هيكونكلود بيها الحته دي. انا لما باجي ببص على الترانسميشن لاين فيوجوالي اي هاف تو واي اوف سولفينج اور ديتيرمينينج الفولتج والكرنت انسايد ذا ترانسميشن لاين. اما ان انا استخدم البارال بليت ميثودولوجي او اللي احنا درسناه في المايكرويف 1 اللي هو البارال بليت ميثودولوجي، اللي انا بجيب الويف ايكويشنز والويف ايكويشنز بحلها جوه البارال بليت اوف جايد، وبناء على ان في دي برضه معلومه انا عندي تو كوندكتور. بما ان انا عندي تو كوندكتور فانا الحاله ديت الترانسميشن لاين بتاعي بيسبورت التي اي ام، الترانسميشن لاين بتاعي بيسبورت الايه التي اي ام. ما دام في تو كوندكتورز فانا عندي 1 تي اي ام، لو انا عندي مالتيبل كوندكتورز فانا في الحاله ديت عندي ان ماينس 1 تي اي ام، حيث الان هو النمبر اوف كوندكتورز. فبما ان الكواكسيال كيبل او بارال بليت اوف جايد بيكونسيست اوف تو كوندكتورز، الكواكسيال كيبل في الانر كوندكتور والاوتر كوندكتور، والبارال بليت اوف جايد في التو كوندكتورز بتوعنا، فانا عندي هنا التي اي ام موجود. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى يا ترى هحل ازاي؟ هجيب ازاي الفولتج والكرنت انسايد الاستراكشر بتاعي؟ لو انا بصيت الكونفشنال واي ان انا اجيب الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد من خلال الويف ايكويشنز، بعد ما هجيب الالكتريك فيلد هقدر الالكتريك فيلد هقدر اجيب منه الفولتج والماجنتيك فيلد هقدر منه اجيب الكرنت، يبقى انا كده جبت الفولتج والكرنت وجبت الكاركترستيك فيلد. This is one way، دي الطريقه اللي احنا بنسميها. يبقى اذا انا عندي عشان اجيب اجيب الفولتج والكرنت في اي تي ام ستراكشر، اما ان انا بحل ماكسويل ايكويشن او الويف ايكويشن اللي هي الويب ايكويشن، ومنها بجيب الاي والاتش، ومن الاي والاتش بجيب الفولتج والكرنت، من الفولتج والكرنت بجيب الكاركترستيك امبيدنس،
والبيتا اللي هي البروباجيشن فورس بتاعتها. فده سيكونس الناس ماشيه عليه، الناس بتوع الويفز بتمشي عليه. ده هنسميه ممكن نسميه الويف برسبكتيف او الويف دايركشن يعني. خلاص الدايركشن الثاني اللي هو السيركت بقى. السيركت الاصل اللي فيها ان هو بيصطدم بحجر يعني. ايه الحجر اللي هو بيصطدم بيه؟ بيقول له لا ده كي سي ال وكي بي ال ار نوت فاليد. ليه كي سي ال وكي بي ال ار نوت فاليد؟ كي سي ال وكي بي ال ار نوت فاليد. طبعا لو احنا افتكرنا مع بعض كي سي ال وكي بي ال، كي سي ال وكي بي ال، وبالذات يمكن كي بي ال هو المشكله الكبيره في الكي بي ال. الكي سي ال ماشي الحال مش هقول لا يعني. الكي سي ال بيقول ان الصم بتاع الكرنت عند اي نود بيساوي زيرو. النود هل هي سبيس ديبندنت ولا سبيس اندبندنت؟ النود سبيس اندبندنت، يبقى بيزيكالي الكي سي ال از فاليد في اللو فريكونس ولا فريكونس. واضح الحته دي يا شباب؟ انا بتكلم بسرعه شويه، فلو اي حد عنده مشكله يا ريت يستوقفني يعني. شباب حد معايا ولا الناس نامت؟ حضرتك معاك معلش معاك ممكن نحط في الكي سي ال تاني؟ تاني يا شباب احنا الكي سي ال والكي بي ال. الكي سي ال اللي هو عباره عن انا عندي نود خلاص، والنود ديت داخل فيها كرنت، فالمفروض كي سي ال بيقول لي السم بتاع الكرنت ايكوال تو زيرو. الكي سي ال هل يا ترى بيعتمد على السبيس ولا لا يعتمد على السبيس؟ الكي سي ال بيطبق عند نود خلاص، فبما انه بيطبق على نود فالنود ات از جاست نود، يعني ات از سبيس اندبندنت. فالكي سي ال في اللو فريكونس والهاي فريكونس ما فيش مشكله. واضحه دي دكتور؟ معلش هو الكي سي ال بس النود دي ممكن تبقى ليها دايمنشنز يعني تبقى فيزيكلي طويله او حاجه، فهي تبقى برضه سبيس اندبندنت. لا 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 لا، ما هو لو 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 احنا بنتكلم نودز معناها انترسكشنز بتوين تو لاينز، فهي نودز يعني انترسكشن ما بين حاجتين. نود يعني بتنترسكشن، يعني هي انترسكشن ما بين تو لاينز او تو وايرز يعني. دي كلمه نود يعني. طيب تعالى بقى الكي بي ال. الكي بي ال هتلاقي لا الكي بي ال هي عباره عن ايه؟ عباره عن زي ما كان زميلكم بيقول ممكن يكون ترانسميشن لاين كده خلاص، وانا ترمينيتد بمقاومه هنا ار، وانا عندي هنا دي في الحقيقه نوت نود. ده بالنسبه لي ده ما اقدرش اقول ان دي نود. النود عندي هي النقطه دي النود. انما الشكل ده اللي هو الترانسميشن لاين ده وده والمقاومه دي، لا ده هنا مش دي مش نود. يبقى انا بتكلم هنا على كي بي ال. انا في عندي فولتج وعندي فولتج على المقاومه دي. النود هي النود النقطه دي. ففي الحاله دي هنلاقي ان في مشكله في الكي بي ال، وهنلاقي ان الكي بي ال doesn't include the space dependence، فانا عندي مشكله. طب فكانت الحل ايه بقى؟ الناس بتوع السيركت قالوا طب احنا ليه يعني يعني الامور جاست اناليسيز والامور في ايدينا يعني احنا مش ايشو يعني. قال لك الحل فيري سمبل، ان انا هجيب الترانسميشن لاين الطويل دوت واروح مقسمه اجزاء صغيره. الاجزاء الصغيره دي طولها ايه؟ قال لها طولها دلتا زد. فالدلتا زد اللي عندي هنا دي ايه؟ دي اللي انا كبرتها بقت هي دي، ده دلتا زد بتاعها. فالدلتا زد دي المفروض انا الكونسيبت بتاعي ايه بقى دلوقتي؟ ان هي ات شود بي ماتش سمولر ذان ايه؟ ايه الكونديشن بتاعي؟ شباب حد يجاوبني؟ لامدا بالظبط. هي هي هجيب اللاين وهقسمه اجزاء صغيره، وكل جزء من دول المفروض يبقى اصغر كتير من اللامدا، وهبص على الترانسميشن لاين ديت واقول الترانسميشن لاين دوت بيكونسيست من مقاومه اللي هي الكوندكتور بتكورسبوند للريزيستنس بتاعت الكوندكتور اندكتنس اللي احنا عمالين ندرس فيها طول النهار. بما ان عندي تو لاينز يبقى في اندكتور، ما دام في كرنت معدي الكرنت دوت يبقى في ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد دوت علاقته ايه بالكرنت؟ ده اللي بنسميه الاندكتنس. يعني ما هي الاندكتنس؟ الاندكتنس ما هي الا العلاقه اللي بتربط بين الماجنتيك فيلد انديوس بالكرنت بالكرنت. زي الكاباسيتنس، ما هي الكاباسيتنس؟ الكاباسيتنس الفولتج اللي ناتج من شويه شارج خلاص. فهما الاثنين تحس كده يعني ايه يعني هما الاثنين كده ايه اخوات صغير اخوات يعني. يعني الكاباسيتنس لو انا عندي شويه شارج هيعملوا فولتج، لو انا ده الكاباسيتنس. الاندكتنس لو انا عندي شويه كارنت هيعملوا ماجنتيك فيلد. الفاكتور اللي ما بينهم هو ده الاندكتنس يعني. فهنحط الاندكتنس بتاع الواير، وبما ان انا عندي بتكلم دلوقتي على تو بارل او وات ايفر تو كوندكتور، فهيبقى ما بينهم كاباسيتنس، وما بين انا عندي تو كوندكتورز وما بينهم دايلكتريك، فانا عندي لوسز بتكورسبوند للايه؟ للدايلكتريك. فاليونت سيل الصغيره ديت او الدلتا زد الصغيره ديت اصبح سيركت موديل بتاعها ار وال وسي وجي،
وفي الحاله ديت اي ام اوكي دلتا زد اصغر كتير من اللامدا ما عنديش اي سبيس ديبندنس اقدر اطبق الكي سي ال والايه والكي بي ال. ولما نيجي نطبق الكي سي ال والكي بي ال هنجنريت التليجرافر ايكويشن وفي الحاله ديت هنعرف الجاما هنلاقي الجاما الجاما وده الجميل في الموضوع ده وده اهميه الكورس بتاع الفيلد بالنسبه للكوميونيكيشن. انت في واقع الامر في الكورس بتاع الفيلد اخدت ايه؟ اخدت ال ال واخدت السي وفي كورسات الماتيريالز وحتى في كورس الفيلد اخدت شويه ريزيستنس واخدت الجي. يعني انت في الحقيقه بالنسبه للكواكسل كيبل وبالنسبه للباير بليت اوف جايد انت جبت الاربعه بارامترز دول وانت عمال تحل في مسائل طول السنه بس في الاخر ما ربطناهمش من ايه ان الاربعه دول مرتبطين بالجاما ومرتبطين بالايه بحاجه اسمها الكاركترستيك امبيدنس. وفي الحاله ديت اي ترانسميشن لاين بنعرفه باثنين بارامترز الكاركترستيك امبيدنس والبروباجيشن كوست. مهم جدا الكلام واضح الكلام ده يا شباب؟ شباب واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ واضح. طبعا الفاندمنتال ايشو بقى عندنا بعد كده كانت احد المواضيع المهمه الكاركترستيك امبيدنس الفاليو اللي متعرف عليها ايه هي الكابلات اللي احنا بنركبها عندنا في البيت. وطبعا الكواكسيال كيبل ده زي ما قلت لكم ده ذيس از ريلي وان يعني وان اوف ذا موست امبورتنت ترانسميشن لاين موجودين ليه؟ لان ده متركب عندنا في البيت ده الكابل اللي بيوصل ما بين الدش اللي على السطح والريسيفر اللي في البيت. الكابل دوت بيسبورت هاي فريكوانسي وحسب الكواليتي بتاعته الفريكوانسي عماله تزيد وتقل فالكابل دوت مهم جدا. الناس لما حبت تديزاين الكابل دوت وزي ما اتفقنا هو عباره عن ايه اندكتنس وكاباسيتنس فالناس قالت احنا عشان نديزاين الكابل دوت فانا هديزاين على اساس حاجتين اما ان انا بتكلم على الباور هاندلنج وان انا بتكلم على لوس. انا بالتاكيد انا عايز الكابل بتاعي سبورت باور عاليه جدا بس في نفس الوقت السبورت لوس قليل. فلما بصوا على الكابل دوت لقوا انه في نقطتين مهمين جدا نقطه ال 50 نقطه ال 30 اوم سوري دي اللي بتكورسبوند للماكسيمم باور يقدر الكواكسل كيبل يشيلها ونقطه ال 77 اللي هي نقطه المينيمم اتنويشن. المينيمم اتنويشن يعني ايه؟ ان الكوندكتور اللي موجود عندنا في الكابل دوت يسبب اقل اتنويشن ممكن. طبعا اخذوا اللينير يعني افريج ان بتوين وكان الفاليو المتفق عليها ان الكاركترستيك امبيدنس بتاعه الترانسميشن لاين هي 50 يبقى اجين الكاركترستيك امبيدنس ات از نوت ان امبيدنس ات از ا كاركترستيك فاليو فور ذا ترانسميشن لاين ات بيزيكلي ات از ات ريليتس ذا اندكتنس تو ذا كاباسيتنس بير يونيتس خلاص. والكومن فاليو اوف ذا ترانسميشن لاين 50 اوم كل الكابلات اللي متركبه في البيت 50 اوم في كابلات 75 اوم دي عشان انتنا ريزون انما الاصل عندنا ان اغلب الكابلات 50 اوم. واضح الكلام ده يا شباب؟ واضح الكلام ده؟ طيب انا بس انا هستوقف معلش يا دكتور تاني الديفينيشن بتاع الكاركترستيك امبيدنس اللي هو حضرتك قلته مهم جدا مهم جدا زي ما قلت لكم ايه ذيس از نوت ان امبيدنس هي ليه اسمها كاركترستيك امبيدنس؟ هي بتتكون من زي ما انتم شايفين كده من كلمتين كاركترستيك وامبيدنس. ليه امبيدنس؟ لان اليونت بتاعتها او فاسمها امبيدنس انما اللفظ الاهم في الاسم بتاعها هو كلمه كاركترستيك. ليه؟ لان هي ده ترم بن كاركترايز بيه ترانسميشن لاين هي الريشيو ما بين الاندكتنس بريتلنس للكاباسيتنس بريتلنس. نفتكر مع بعض ان الامبيدنس الكاركترستيك امبيدنس هي روت ال على سي. واضح يا شباب؟ ولا مش معايا؟ مع حضرتك تمام تمام. انا بتهيألي ده اللي هممني من الكورس بتاع انا بس براجع سريعا بتهيألي احنا كده بس انا استوعبنا المعنى لان احنا كل شغلنا بعد كده في المنهج دوت هيبقى على الايه هيبقى على الترانسميشن لاين. انا هقفل بس دلوقتي الشير دوت وهفتح بقى شير المنهج بتاعنا بقى ماشي يا شباب. دكتور معلش عندي سؤال. اتفضل. هو ليه لما نبقى عايزين نعمل ماكسيمم باور ترانسفير بنحط اللو يعني نحط الترانسميشن لاين الزد لود بتاعته بتساوي الزد لود؟ ده كلام جميل جدا. بص يا سيدي اتاكد ان احنا شغالين صح. لحظه بس اتاكد ان انا فاتح المحاضره صح عشان ما اعرفش الدنيا. ثواني يا شباب لو سمحت. صح صح هرجع لك على طول بس اتاكد ان انا هفتح المحاضره صح ماشي.
واضحة كده يا شباب؟ واضحة واضحة. بصوا يا شباب، السؤال ده very very fundamental. السؤال اللي سأله زميلكم سأله ده مهم جدا. ليه بقى مهم؟ لان احنا زي ما قلت لكم هدفنا كله في الدوائر، يعني احنا هدفنا في الدوائر دايما نقدر نقول let's say دي كذا aspect. رقم واحد انك انت بتنشور maximum power transfer ما بين اللو ما بين السورس واللود. يعني انا في الدوائر بتاعتي كلها لو انا حبيت اقول ان انا بديزاين دايره، فانا رقم واحد كده يعني رقم واحد يعني رقم واحد باور ماكسيمم باور ترانسفير. دي من الحاجات الفاندمنتال في الديزاين. خلاص الحاجات الثانيه اللينير بيرفورمانس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو مدخل سيجنال بالذات في الدوائر بتاعتي، كل ما بزود السيجنال بتاعتي والسيجنال بتاعتي تبقى نارو، كل ما الباند ويدث بيكبر، فانا عايز ان يحصل سام سورت اوف لينير بيرفورمانس. يعني ايه؟ ما يحصلش ديستورشن نتيجه ان الدايره بتريسبوند لكل فريكوانسي بشكل مختلف. فلو استخدمنا الكلام ده ممكن نقول لينير بيرفورمانس. خلاص. وبعدين بعد كده انا عايز دايما الدايره بتاعتي بتوكيباي مينيمم سايز. خلاص. يعني دول تقريبا كده الاهداف الاساسيه، ان انا الماكسيمم باور ترانسفير، اللينير بيرفورمانس ان ما يحصلش ديستورشن ديو تو ان الفريكوانسي ريسبونس الباندويث بتاعتي بتكبر فالدايره عماله تنتراكت لكل فريكوانسي بشكل مختلف. والكلام ده يتم في المينيمم سايز. وعشان كده الناس بتوع الالكترونكس كل شويه يعملوا ايه؟ عندهم دايما في عندهم تو ترند. الترند الاولاني ان هو يستخدم تكنولوجي عماله تشرين كل شويه بشويه عشان يقدر يستخدم السايز ويمينيمايز السايز بتاعنا، السايز اللي بيستخدمه. فده نسبه الالكترونكس ماشيين في السكه دي. اوكي. طيب احنا لما بنيجي نتكلم على ماكسيمم باور ترانسفير، لو نفتكر مع بعض يا شباب، احنا لو انا عندي دايره ده السورس بتاعي وده الار اس وده الار ال، فيري سمبل سيركت ملهاش دعوه بالويفز والالكترومغناطيس. دايره زي كده يا شباب امتى بيحصل ماكسيمم باور ترانسفير؟ لو نفتكر مع بعض كلام السيركت ثاني ال ار اس بتساوي ال ار ال. بالظبط. ان الماكسيمم باور ترانسفير بيحصل لما ال ار اس بيساوي ال ار ال. طيب السلكه الصغيره اللي احنا بنتكلم عليها ديت اللي احنا كنا دايما بنهملها في الاي سي والدي سي، لما الفريكوانسي بتاعنا السلكة الصغيرة دي هتتحول تبقى ايه بقى؟ ها يا شباب؟ زد نود. هتتحول الى انها ترانسميشن لاين. ترانسميشن لاين ده هيبقى طوله ال. هي برضو طولها ال صح؟ بس ال كانت في الويب لينث اللي هو الكبير اللي هو بيكورسبوند للفريكونسي الصغير، كانت ال ال دي مهملة. انما ال ال دلوقتي ديت عند الفريكونسي لما كبرت اصبحت ايه؟ ليها قيمه. يا ترى هنا بقى دلوقتي ال ال هتتدخل معانا ازاي في الفيري سمبل سيركت اللي هي عباره عن سورس وسورس امبيدنس ولود؟ هيحصل ايه؟ هيبتدي الفولتج يبقى ايه؟ يبقى سبيس ديبندنت. اول حاجه هنا اللي هيبتدي يحصل معانا الفولتج هيبقى سبيس ديبندنت. طب انا عشان اخلي الفولتج بتاعي ما يحصلش فيه ستاندنج ويف باترن، يعني امنع الريفلكشن، انا هيبقى الفولتج رايح كده صح؟ هيرجع عندي ريفلكشن بالشكل دوت، يبقى ده الفي بوزيتيف وده الفي نيجاتيف. اول حاجه اعملها عشان امنع الريفلكشن ايه اللي يحصل؟ عشان امنع الريفلكشن من عندي هنا من الار ال، يبقى لازم الزد نوت الكاركترستيك امبيدنس بتاعتي زي يعني ما لازم تساوي ايه؟ الار ال. ليه؟ لان انا الريفلكشن كوفيشن جاما عباره عن ايه؟ عباره عن ار ال ماينس زد نوت على ار ال زائد زد نوت. يبقى هدف رقم واحد ان انا الفولتج اللي راجع الفي نيجاتيف دوت عايز احوله لزيرو. عشان احوله لزيرو يبقى لازم اخلي الزد نوت بتساوي الايه؟ الار ال.
طبعا انا دلوقتي بديزاين الدائره بتاعتي، فانا قدامي وان اوبشن، انا عشان مينيمايز الريفلكشن وكل الباور اللي نازله اللي هي نازله بفي في بوزيتيف توصل للار ال والغي الفي نيجاتيف، يبقى في الحاله ديت لازم الزد نود بتساوي الار ال. يبقى انا هنا قدامي اختيار من اختيارين، اما ان انا ال اديزاين ترانسميشن لاين تكون الفاليو بتاعته بتساوي الار ال بتساوي زد اس، يبقى في الحاله ديت حققت الماكسيمم باور ترانسفير. انا عندي لسه كمان الزد اس، الاس زد اس هنا لو انا جيت عملت الترانسميشن لاين الفاليو بتاعته زد نوت بتساوي ار ال، يبقى الانبوت امبيدنس اللي هتجيلي هنا هي برضو ايه الار ال. يبقى اذا انا عشان يحصل عندي ماكسيمم باور ترانسفير قدامي حاجه من الحاجتين. الحاجه الاولانيه هنقول واحد ان انا سيت الاول الار ال والار اس وكونسيكوينتلي احط الزد نوت بتساوي الار ال بتساوي الار اس، او اثنين اور ان الزد نوت عندي تبقى هي اللي محدده سلفا وبناء عليها احط الار اس والار اس بتساوي ايه الزد نوت. واضح يا شباب؟ طبعا زي ما اتفقنا ان الترانسميشن لاين، بس يعني خلينا نقول ان الاوبشن الاولاني ده غالبا في الانتجريتد سيركت بيتم. ليه؟ لان انا عندي فليكسيبيليتي في التصميم بتاع الترانسميشن لاين زي ما هنشوف. الاوبشن الثاني ده لو انا بتعامل مع ايه؟ مع الكوأكسيال كيبل، لان زي ما اتفقنا لان الاوبشن الثاني الكابل اللي بيتباع في السوق هو 50 اوم، فلازم الاوتبوت امبيدنس من الدش يبقى 50 اوم والانبوت امبيدنس للريسيفر تبقى 50 اوم عشان السيستم كله يمشي مع بعضه ويحصل ماكسيمم باور ترانسفير ما بين الدش اللي على السطح فوق والريسيفر اللي موجود في البيت تحت. الاجابه واضحه ولا تهت مني يا باشمهندس؟ لا تمام 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 واضح كده يا شباب. برضو السلايد الواحد بيملى السلايد كلام، سوري جدا يا شباب، بس يعني اتمنى انكم متابعيني وانا بكتب، يعني ما يعني يعني حاولوا تاخدوا نوتس معايا او يعني يعني ما اعرفش تسجلوا المحاضره متسجله، بس يعني ايه خلينا نبقى دايما فولوينج الحاجات دي. هل في اي اسئله ثانيه يا شباب؟ طب معلش يا دكتور بس عندي سؤال ثاني. هو طول التمنسيق، بصوا يا شباب الماده ديت هدفها الاساسي ان احنا نستوعب المايكروويف سيركتس. انا اي ريل اي دونت كير بان انا اخلص كل حاجه بسرعه وكلام زي كده، انا يهمني الناس تبقى مستوعبه كلام يعني. انا جاي يا باشمهندس. هو طول الترانسميشن لاين على طول بيبقى لامدا اوفر 4 ولا لا 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 ازاي بس؟ خلينا يا شباب نركز في فكره ان انا السورس بتاعي ده تبسيط، ان انا اقول ان السورس بيطلع ساين ويف، انا ما عنديش سورس بيطلع ساين ويف، هو في سورس بيطلع ساين ويف؟ ما فيش سورس بيطلع ساين ويف. خلاص؟ الساين ويف ديت عشان تطلع ده معناها ان هي اكستندد في التايم دومين من ناقص ما لا نهايه الى ما لا نهايه. فانا ما عنديش سورس بيطلع ساين ويف. اي سورس بيطلع حتى لو كان بيطلع ساين ويف الا حول منه سبيكتر صغير. الاصل اللي عندي في الدوائر كلها في الديجيتال كوميونيكيشنز، الديجيتال كوميونيكيشن يا شباب الكوميونيكيشن عباره عن ايه؟ ساين ويف ولا 1 و 0؟ 1 و 0. 1 و 0. احنا بنتكلم ديجيتال. فانا ما عنديش ابدا فريكونسي داخله، فاللامدا على 4 ده الترانسميشن لاين تو ال. ال ال دوت بقى بيكورسبوند فور سيرت فريكونسي، يبقى لامدا على 4 لا فريكونسي ثاني بيساوي لامدا على مش عارف 3، لامدا على 5، لامدا على 4 سون. فالترانسميشن لاين فيكسد هاز تو ال. والفريكونسي اللي داخله بتعتمد على السورس. وهي دي المشكله زي ما قلت لكم، المشكله الفاندمنتال اللي انا قلت لكم عليها اللينير بيرفورمانس، هي دي المشكله الكبيره جدا. تخيل بقى لو انا عندي الترانسميشن لاين دوت الكاركترستيك امبيدنس مش رقم ثابت ورقم بيعتمد على الفريكوانسي، شوف الترانسميشن لاين دوت عك معانا قد ايه. مفهوم الحته اللي انا قلتها دي؟ مفهوم الحته دي يا شباب؟ شباب حد معايا؟ وانا الصراحه مش واصله لي قوي يا دكتور. ايه؟ ما فهمتش اخر حته. تخيلوا انا انا بطرح حاجه فيري سمبل، لو انا الكاركترستيك امبيدنس بتاعه الترانسميشن لاين دي بتعتمد على الفريكوانسي، وهي بالفعل لو احنا اخذنا اللوسز فهي بتعتمد على الفريكوانسي صح؟ ما ننساش ان الجنرال اكسبريشن للكاركترستيك امبيدنس عباره عن ايه؟ ايه الجنرال اكسبريشن بتاع الكاركترستيك امبيدنس يا شباب؟ جذر ار زائد سكوير روت
لا ده في حاله الوصل للترانسميشن لاين. الجنرال اكسبريشنز بتاعتي ان الكاركترستيك بتساوي ايه؟ ار بلس جي اوميجا ال على جي بلس جي اوميجا سي. يعني انا لو عندي لوسز الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اللاين هتبقى ايه؟ فريكوانسي ديبندنت ولا فريكوانسي اندبندنت؟ لو انا عندي شويه لوسز يبقى معنى كده على طول الزد سي اصبحت فانكشن في الفريكوانسي. معنى كده ان انا لو بدخل سكوير بالس اللي عندي يبقى كل فريكوانسي اشوف فاليو للكاركترستيك امبيدنس ثابته ولا متغيره؟ متغيرة تعتمد على الفريكوانسي. ده معنى كده ان انا عند كل فريكوانسي الاقي ريفلكشن كوفيشنت، والاقي ان السيجنال اللي داخله لي هتبتدي يحصل لها ديفورميشن نتيجه ان كل فريكوانسي بتعدي شايفه كاركترستيك امبيدنس مختلفه فشايف الريفلكشن كوفيشنت مختلف. فعشان كده دايما انا لما بسعي في التصميم لما انا بحاول اصمم ترانسميشن لاين همي الاساس يكون ايه؟ ان الترانسميشن لاين الكاركترستيك امبيدنس بتاعته تبقى فريكوانسي اندبندنت، اللوسز بتقول الى الصفر خلاص. وخدوا بالكم this is not fully true لان انا حتى الروت ال على سي الاندكتنس نفسها is frequency dependent parameter. فعشان كده دايما انا لما بحاول اديزاين اي ترانسميشن لاين دايما بس عن الترانسميشن لاين دوت يكون frequency independent. frequency independent ده ابسط حاجه ان الريفلكشن كوفيشنز اللي جاي لي من اللود يبقى لا يعتمد على الايه؟ على الاوبريتنج فريكوانسي. واضح يا شباب؟ واضح يا دكتور، شكرا. هو يعني الريفليكشن ده هيحصل ليه اصلا؟ نعم الريفليكشن ده هيحصل ليه اصلا؟ ما انا اتفق دلوقتي انا عندي السورس اهو وده الترانسميشن لاين بتاعي اهي خلاص، وعندي هنا الار ال بتاعتي حتى الار ال كمان واخدها ريل. يعني ازاي الريفليكشن كوفيشن بيساوي كام؟ ار ال ماينس زد نوت على ار ال بلس زد نوت صح؟ اهو تمام تمام. فانا دايما عشان كده بقول لكم لما الفريكونسي بتعلى كل المشاكل اللي ما كانتش متشابهه في اللو فريكونسي بتبتدي تظهر. ما هو ابسط حاجه انك انت الديزاين في الدي سي والاي سي. ليه؟ لان الدي سي والاي سي شايفه لك الترانسميشن لاين، يعني الكابل الكهرباء اللي واصل ما بيننا وبين اسوان عند ال 50 هرتز عباره عن سنجل نود ولا فرق معانا خالص بروباجيشن عليه يعني. معايا يا شباب؟ في حين انك انت لو عليت الفريكوانسي بدل 50 هرتز خليتها 1 ميجا الدنيا هتعك عك السنين. فده معنى كده على طول ايه؟ انك انت الـ الفكره كلها دلوقتي الترانسميشن لاين دوت الكاركترستيك امبيدنس بنسعى ان هي تكون فريكوانسي اندبندنت لوسلس ترانسميشن لاين سو ذات اي كان اتشيف ماكسيمم باور ترانسفير ما بين السورس واللود. يعني كل القصه اللي احنا بنعملها ماكسيمم باور ترانسفير ما بين السورس واللود. واضح يا شباب؟ حد معايا يا شباب ولا مش معايا؟ واضح تمام واضح ممتاز. بتهيألي بقى نبتدي الكورس بتاعنا. طبعا انا ليه اهتميت ان انا اعرض كذا موضوع؟ لان هو احنا مين اللي بنتكلم في الحاجات دي؟ احنا بنتكلم في البلانر ترانسميشن لاين، ويمكن لو انتم مش واخدين بالكم او مش منتبهين فكره الكواكسل كيبل، وان الكواكسل كيبل التصميم بتاعه فارض عليك ال 50 اوم. يعني انت مستحيل تنزل تشتري كابل من عند الراجل اللي انت هتركب من عنده الدش تقول له لو سمحت اديني كابل 100 اوم، هيقول لك روح يعني انت مش فاهم حاجه في اي حاجه. ليه؟ لان هو الراجل بتاع الدشات دوت هو بالنسبه له الكابل بيبيعه وبيقول لك الكابل دوت الجراوند بتاعه كام شعره ومش كام شعره، هو كله 50 اوم بالنسبه له، حتى ما يعرفش 50 اوم دي يمكن غالبا يعني. فانت يعني لما هتروح تشتري كواكسل كيبل كيس كلوز ده. انما لما تتكلم بقى في بلان ترانسميشن لاين وبنتكلم على سيركت ديزاين فلا، هنا في ديجري اوف فريدم. انت يو كان ديزاين الترانسميشن لاين ويز وات ايفر فاليو، سوري يو كان ديزاين ذا بلان ترانسميشن لاين اللي احنا بنتكلم عليه لو مايكرو سيف ويز وات ايفر فاليو يو لايك. وهي دي الفكره بقى، ان احنا وي نيد تو نو ذا ديجري اوف فريدمز عشان نقدر نريلايز الكونديشنز بتاعت وات ايفر الدايره اللي احنا عايزين نعملها. خلاص، فهنتكلم النهارده المفروض على البلانر ترانسميشن لاين.
طبعا عشان نتكلم عشان نتكلم على البلانر ترانسميشن لاين احنا يمكن هنتكلم على في موضوعين في المحاضره. هنتكلم على المايكروستريب الاساس, او يعني احنا هدفنا ان احنا نكفر المايكروستريب خلاص. والمايكروستريب زي ما وضحت في السلايد اللي فاتت ان انا بيبقى انا عندي ده الداي الكتريك من تحت هنا بيبقى فيه كوندكتور وده كوندكتور, ومن فوق هنا بيبقى فيه برضو ايه كوندكتور. يبقى كوندكتور فوق كوندكتور تحت, والمسافه المسافه من هنا لهنا ده اللي هو بنسميه الاتش, ده السبستريت هايت. والمسافه اللي ما بين هنا لهنا ده بيبقى الدبليو اللي هو الويتس بتاع الستريب نفسه خلاص. طبعا وعندي دايلكتريك هنا ليه ايبسلون ار, فده المايكروستريب. المايكروستريب يمكن يعني اي واحد بيفتح برينتد سيركت بورد زي ما يعني وريت لكم المحاضره اللي فاتت, دي سمبل مايكروستريب. كل ما الفريكوانسي بتزيد كل ما فكره الوايرنج ما بين الكومبوننتس بيبقى ليها امباكت, وبتتحول من نود الى ترانسميشن لاين, والترانسميشن لاين دوت لازم اخد في اعتباري الكاركترستيك بتاعته. عظيم. طيب طبعا انا عشان ادرس الاستراكشر دوت, الاستراكشر دوت دراسته مش سهله خالص, واحنا كمان هنكتفي بدراسه الاستراكشر دوت بان احنا نعمل الاستاتيك اناليسيس دي. حاجه سهله جدا يعني بمعنى اخر هنحل لابلاس ايكويشن. شفتوا هن جو داون يعني الحاجه ايه يعني فيري بيزك يعني لابلاس ايكويشن ايه ده سكوير في ايكوال تو 0 اللي هو اللي احنا اخدناه في الفيلد بتاع السنه اللي فاتت, ده اللي هنحله. ده هنحل ماكسويل ايكويشن وهنحل ويف ايكويشن. ده قلت لكم الكورس دوت ابعد ما يكون ان هو يكون البرسبشن بتاع المايكرويف اللي انتوا اخدتوه بتاع الترم اللي فات ابعد ما يكون عنه يعني. فاحنا هنجست هنحل لابلاس ايكويشن وهنجيب الفولتج وهنجيب التشارج كيو وهنحسب السي اللي هي بتساوي كيو على كي. عشان كده انا هممني قوي كنت اراجع معاكم فكره الكاباسيتنس اللي احنا درسناها السنه اللي فاتت في الفيلد. فهنجيب جاست السي. للاسف الشديد المايكروستريب انا عشان ادرسه المايكروستريب عباره عن الابسلون ار ومن هنا في اير التوب لاير في اير يعني. طبعا الاستراكشر كده مش سهل في الحل, فعشان ابتدي احله بشكل اوضح شويه هنبتدي بالستريب لاين. والستريب لاين هو اسهل شويه, هو عباره عن استراكشر كلوز يعني كاني بالظبط بتكلم على كوأكسل كيبل, بس المرة دي الكروس سكشن اللي عندي واخد ريكتانجلر شيف. في دايلكتريك هنا حوالين داير ايبسلون ار, فمعنى كده على طول حل اللابلاس ايكويشنز في الاستراكشر دوت اسهل كتير من حله في الاستراكشر ده. فهنبتدي الاول الستريب لاين وبعدين نقرب المايكرو ستريب لحاله من حالات الستريب لاين, يبقى احنا كده حلينا الايه المايكرو ستريب. طبعا التو فاندمنتال ترانسميشن لاين اللي موجودين في الانتجريتد سيركتس هم في الحقيقه المايكرو ستريب والاي والكوبلانر وايد. السلوت لاين يعني بقاله اي نعم اظن هو ظهر في الثمانينات يعني, بس ما اخدش حظه في الانتجريتد سيركتس نتيجه ان هو بيعاني من مشاكل كثيره من الراديشن, فطبعا السيجنال بتجت راديتد ففي عنده مشكله, بس احنا هندرس برضه للسلوت لاين. فالمايكرو ستريب والكوبلانر جايد هم دول التو دوميننت ترانسميشن لاين اللي بنستخدمين في الانتجريتد سيركتس في كل التكنولوجي يعني سي موس تكنولوجي جاليوم ارسنايد يونيفايد في كل التكنولوجي هم دول التو ترانسميشن لاين اللي بيستخدم. طبعا بعد ما هنخلص المايكرو ستريب والكوبلانر جايد هنبتدي نتكلم على الباسيف مايكرو ستراكشر. قبل بس ما نتكلم على المايكرو ستريب, طبعا زي ما انتم شايفين كده المايكرو ستريب هو عباره عن داي الكتريك وتحت منه كوندكتور, فده معناه ان احنا عندنا شويه مشاكل في الجايدنس ستراكشر. يا ترى السيجنال تبقى جايدد ازاي؟ فهناخد حاجه ودي يمكن بترجعنا للمايكرو 1, هناخد حاجه اسمها الجراوند داي الكتريك سلاب. مش عارف اخدتوها ولا لا, بس متهيألي اخدتوها لانها جزء من السلاب اوف جايد. هل انتوا اخدتوا سلاب اوف جايد؟ شباب اخدتوا سلاب اوف جايد؟
بالظبط كويس جدا. ما دام اخذنا السلاب اوف جايد ده بيسهل لنا الشغل جدا احنا بس. وبالتالي انتوا خدتوا كمان الجراوند دايلكتريك سلاب. هنراجع بس مع بعض سريعا الجراوند دايلكتريك سلاب عشان نشوف الموديل فاندمنتال اللي هو تي ام 0 دوت. لان مشكله تي ام 0 ده ان هو بيتداخل مع المايكروستريب، يعني هما الاثنين مش على وفاق. المايكروستريب مود وتي ام 0 الاثنين دول بيخبطوا في بعض. فاحنا هنتكلم الاول على الجراوند دايلكتريك سلاب وبعدين هنتكلم على المايكروستريب مود، يبقى احنا كده قفلنا الجزء بتاع المايكروستريب. عشان نكونكلود هنتكلم على الباسيف مايكرو ستراكشرز، هنتكلم على الاندكتورز والكاباسيتورز، وهنتكلم على الكابل لاينز. طبعا محاضره الكابل لاينز بالنسبه لنا از ريلي فيري فاندمنتال. ليه؟ لان كل الاستراكشر بتاعتنا بتعتمد على الايه، بتعتمد على الكابل لاينز. البيبرز اللي انا هوزعها لكم عشان تذاكروها وتعملوا فيها الاناليسز، وانا قلت لكم ان كنتوا هتاخدوا البيبرز اللي خارجه من اللاب عندنا من المجموعه عندنا. هي بشويه بيبرز ظريفه قوي من اول 2017 ابتدينا عندنا سيريز من البيبرز كده في موضوع محدد كلها قائمه على الكابل لاينز باشكالها المختلفه. فهنقعد وهنستفيد في الوقت في الكابل لاينز. طبعا ده السلايد ديت بس يعني هي نقله من بوزار، بس هي ليس لها اي اثر عندنا في الاستراكشر او في الكورس. وان كنا في عندنا الشابتر بتاع الكومبوننت هنتعرض ليه الماجيك تي، هنتعرض ليه الماجيك تي وهنتعرض للدايركشنال كابلر هنشرحهم يعني. بس يعني خلينا نتفق ان الدايركشنال كابلر برضو بيتعمل بالبلانر ترانسميشن لاين، الماجيك تي برضو بيتعمل بالبلانر ترانسميشن لاين. فاحنا التصنيع هنشرحه على البلانر ترانسميشن لاين، انما الثيوري بارد للكل طبعا. دي كانت السلايد اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت ان احنا بنتكلم على البرنتد سيركت بورد، وقلنا ناخد بالنا اللاينز الموجوده على البرنتد سيركت بورد ديت ات از نوت سمبل نودز او جاست وايرنج، لا ده هي ده ترانسميشن لاين والتخانه بتاعته بتلعب دور مهم. والكلام دوت زي ما هو ابلايد على البرنتد سيركت بورد هو برضو ابلايد على الانتجريتد سيركتس. وهنا صورتين للانتجريتد سيركتس، هنا الداي بعد او تو دايز بعد ما تقطعه، وليه هنا في variable gain amplifiers، وهنا 6 bit phase shifter 2 دايز بعد ما تقطعه، وهنا شكل الويفر الكبيره قبل ما تتقطع. طبعا الويفر الكبيره ديت احنا السي موس تكنولوجي على يعني على ما اظن ان هي وصلت دلوقتي ل 50 سنتي، وفي عندنا ال 30 سنتي، وفي عندنا ال 20 سنتي. احنا بنتكلم دايمتر، تخيلوا نص متر الويفر. وده التشالنجز في التكنولوجي زي ما قلت لكم، السايز بيلعب دور مهم والكميه في الانتاج والبرودكشن. طبعا كانوا زمان كل ما يكبر الدايمتر بتاع الويفر كل ما الييلد يبقى قليل، لان ايه البوتنشال ان هو يطلع السايز كله او الاريا المتاحه من الويفر سليمه كانت صعبه جدا، فكان الييلد بيبقى قليل. فطبعا مع تقدم التكنولوجي دلوقتي في 50 سم دايمتر الا ان الييلد بتاعه بقى عالي والديفكتس اللي موجوده في الويفر بقت اقل، ودي كانت مشكله كبيره في الحقيقه. تخيلوا البرودكشن كده حجمه هيزيد ازاي لما كان شغال زمان 30 سم من 20 سنه 30 سم دلوقتي بقى 50 سم. فاضرب الاريا كده سكوير، فانت عندك الاريا زادت 9 على 25. فكان مره بنتكلم على مرتين ونص يعني. فالبرودكشن حجمه زاد بشكل رهيب. دي مجموعه الكونكتورز برضو، يمكن دي قلناها المره اللي فاتت. وبرضو هنلاحظ هنا في الكونكتورز ان في بيتجوز عندنا 12 to 18 جيجا هرتز، 2.9 to 60 جيجا 110 جيجا. وهنا بقى معلومه فيري فاندمنتال برضو، ويمكن في الكواكسيال كيبل، احنا في الكواكسيال كيبل اخذنا بس ان هو بيسبورت تي ام نتيجه ان انا عندي انر كوندكتور وفي عندي اوتر كوندكتور، فما فبما ان عندي تو كوندكتورز فيبقى في تي ام. ده كلام جميل، كلام كويس. طب وبعدين بعد كده اللي هيحصل؟ هيحصل هاي اوردر مود زيه زي اي ترانسميشن لاين عادي. ومن هنا هيبتدي هقول ان انا الكاتو فريكوانسي بتاعتي او الاوبريتنج فريكوانسي بتاعت الكوكسيال كيبل بتنتهي مع بدايه الهاير اوردر مود. فهنلاحظ على طول الكي كونكتورز عماله ايه، الكي كونكتورز يعني الدايمتر بتاعه 2.92 اوبريتس اب تو 40 جيجا هرتز. وبعدين كل ما الدايمتر بيظهر كل بيشتغل عند فريكوانسي ما بين
سيبني من السبعة مليمتر دوت. ده كان زمان عندهم مشكلة ان ميل وفي ميل وبتاع، فطبعا حبوا يعملوا كونكتورز ما يبقاش ميل وفي ميل ديبندنس يعني. بس يعني ما اظنش ان هو يعني اخد له وقت كده وراح يعني. طبعا الكونكتورز اللي عندنا اللي هو بيوصل من الاس ام اي، قصدي بيوصل من الكواكسيال كيبل للبرنتد سيركت بورد، دي يمكن هنقولها شويه او هنستعرضها شويه بالتفصيل كده. وازاي ان انا عندي الحته ديت هي عباره عن كواكسيال كيبل فيها انر واوتر كوندكتور، والحته اللي عندي هنا ديت الصغيره ديت، الحته الصغيره ديت والحته اللي في النص ده بتبقى واصله، الحته اللي في النص دي بتبقى واصله للانر كوندكتور بتاع الكواكسيال كيبل، والبادل الخارج دوت بيبقى واصل بالاوتر كوندكتور بالكواكسيال كيبل. فبيلمسوا مع بعض مع التو كوندكتورز اللي عندي. ده طبعا الشكل اللي احنا شايفينه دوت، ده الكوبلانر اوف جايد، ده الكوبلانر اوف جايد، والاخرام الصغيره ديت اللي احنا شايفينها ديت الاخرام الصغيره، لان تحت من تحت هنا في برضو جراوند، فده بنسميه كوندكتور باكت كوبلانر اوف جايد. يبقى انا عندي ده الدايلكتريك اهو، وبعدين عندي الثلاثه كوندكتور فوق هنا، وعندي تحت كمان هنا ايه كوندكتور، وبعدين بنعمل بايا بنوصل بيها بين الاوتر كوندكتور دول ونوصلهم تحت. يبقى انا الاستراكشر بتاعي اتحول الى ان هو بقى ايه، بدل ما يبقى كان عندي 4 كوندكتور، وزي ما قلت لكم كل ما نمبر اوف كوندكتور بيزيد كل ما نمبر اوف سيم مود بيزيد، فتحول ان هو بقى 2 كوندكتور ترانسميشن لاين بيسبورت سنجل مود اوبريشن. فده شكل الايه الاخرام اللي انتم شايفينه، دي مش اخرام، دي بايز واصله من التوب كوندكتور للايه للباتم كوندكتور. انا بس دلوقتي هناخد بريك كده 5 دقايق، وبعدين هنرجع تاني ونتكلم بقى بدايه المحاضرات بتاعتنا والمايكرو ستريب. هنبتدي الاول بالستريب لاين وهنتكلم على المايكرو ستريب. بس قبل ما هنتكلم على الاثنين دول هنرجع مع بعض ببساطه كده الجراوندد داي الكتريك. دقايق يا شباب كده هناخد بريك ونرجع تاني ان شاء الله. الساعه دلوقتي 1:30 و5، هنرجع 12 لتلت يا شباب، كمان 7 دقايق بالظبط. تمام، شكرا يا شباب.
طب اخبار كل شيء هنبتدي ان شاء الله. نبتدي يا شباب. شباب ايوه ولا محدش معايا؟ اه دكتور تمام. اه تمام ولا بطل؟ اوكي طيب. اولا عشان بس نعرف الفلو ماشي ازاي برضو الفكره كلها دايما وابدا البروبلم فورميليشن، عايزين دلوقتي نعرف واحنا ليه بنعمل او ليه هنعمل اللي هنعمله دلوقتي. يعني البروبلم فورميليشن هنا سبيسيفيكالي كالاتي: واحد، انا عندي مايكروستريب بيكون من كوندكتور على الـ على بيسموه التوب ميتال لير، وانا عندي كوندكتور تاني على البوتوم ميتال لير. الكوندكتور الموجود على البوتوم ميتال لير المفروض اكستندد في تو دايمنشن من ناقص ما لا نهايه لزائد ما لا نهايه هايبوثيتيكال يعني. فهو لو فرضنا واتيفر الدايمنشنز بتاعنا فقلنا ان ده اكس وده واي وده زد، فمعنى كده ان البوتوم كوندكتور اكستندد في الاكس من ناقص ما لا نهايه لزائد ما لا نهايه، واكستندد في الزد من ناقص ما لا نهايه لزائد ما لا نهايه، والواي طبعا هو ليميتد بالثيكنس بتاعنا، والثيكنس بتاعنا بصفه عامه بتاع الكوندكتور بيديبند على التكنولوجي، على البرنتد سيركت، برنتد سيركت بورد تكنولوجي، وهو بيتراوح من 16 مايكرون ل 35 مايكرون. يبقى ده الرينج بتاعنا. السبستريت هايت برضو بيعتمد على التكنولوجي اللي هو اتش، بيعتمد على التكنولوجي. قد يكون يعني الاف ار 4 اللي هو المتعارف عليه، الاف ار 4 بيبقى دايما يعني المتعارف عليه 1.57 مليمتر. طبعا البرنتد سيركت بورد تكنولوجي الى حد ما اتس فيري وايد تكنولوجي، ممكن نستخدمها في حاجات اسمها فليكسيبل، فليكسيبل برنتد سيركت بورد يعني البتاع بتتنى كده يعني معانا. فا it goes down ال h ديت it goes down للمايكرون يعني يبقوا 100 مايكرون او حاجه. المهم يعني ده التكنولوجي بتاعتنا. بس الايشو بقى ايه؟ ديليت الكلام ده لان هو ده مش هو ده الايشو في الحقيقه. الايشو اللي عندنا زي ما اتفقنا هو يا ترى الجايدنس هيتم ازاي؟ هو ده المشكله. انا عندي هنا تو مود ممكن يحصل لهم الجايدنس، او الجايدنس ممكن يتم بتو ميكانيزم، تو ميكانيزم، خلينا نقول تو ميكانيزم. الميكانيزم الاولاني ان انا عندي كوندكتور في التوب وكوندكتور في البوتوم، فالميكانيزم الاولاني هيبقى جايدنس بتوين التو كوندكتور. وده اللي احنا عايزينه، ده اللي هو ده اللي احنا بنسميه المايكرو ستريب مود. خلاص. الميكانيزم الثاني بقى وهو ده اللي عمل لنا المشكله، وهو ميكانيزم بيتداخل معانا، ان انا عندي الكوندكتور اللي تحت بيعمل لي باوندري كونديشنز مقدارها ان الاي تنجنشال ايكوال تو زيرو، وانما السطح اللي فوق الويف مش هتشوف الكوندكتور، هتشوف الانترفيس اللي هو داي الكتريك اير انترفيس. على الدايلكتريك اير انترفيس يبقى انا عندي باوندري كونديشنز متمثله في ان اي تنجنشال 1 بتساوي اي تنجنشال 2، عندي اتش تنجنشال 1 بتساوي اتش تنجنشال 2. فطبعا كونسيكوينتلي الجايدنس المره دي مش هيبقى بين التو كوندكتور، الجايدنس هيبقى بين الكوندكتور في البوتوم ميتال لير زائد الدايلكتريك اير انترفيس في التوب لير. فاحنا في الحقيقه لو بصينا للشكل بتاعنا دوت هنلاقي ان الشكل بتاعنا ده في الحقيقه بيتكون كانه بيتكون من شكلين. الشكل بتاعنا دوت هو عباره عن سوبر بوزيشن، ابروكسيميتلي عباره عن سوبر بوزيشن ما بين المايكرو ستريب زائد الجراوند دايلكتريك سلاب.
ومن هنا بقى في الحقيقة أنا عندي هنا الفاندامنتال مود بتاع المايكروستريب اللي هو المفروض نظريا تي ام على أساس أن أنا عندي 2 كوندكتورز والجراوند دايلكتريك سلاب اللي هو الفاندامنتال مود بتاعه اللي هو تي ام 0. وطبعا لازم نبقى عارفين ان في فرق. طبعا احنا اخذنا الجراوند دايلكتريك سلاب التي ام الامبليتود بتاعه الامبليتود فريكوانسي اندبندنت يعني هو موجود وات ايفر فريكوانسي يعني ثابت كونستانت. انما تي ام 0 الامبليتود بتاعت الفيلد بيزيد مع الفريكوانسي. فده معناه في اللو فريكوانسي التي ام 0 الامبليتود بتاعه صغير وكل ما الفريكوانسي بتزيد كل ما الامبليتود بيزيد. فده معنى كده ان انا في الفيري لو فريكوانسي المايكروستريب مود هيبقى هو الدوميننت. كل ما هزود في الفريكوانسي الجراوند دايلكتريك مود هيبتدي ايه يتيك اوفر ويمكن كمان يهايجاك المايكروستريب. هايجاكينج يعني ايه؟ يخطف او يسرق او يعني ايه يستولى على المايكروستريب مود يستولى على الاستراكشرنج. كانها معركه بين تو مودز في جوه الاستراكشر. التو مودز دول اللي هو الـ 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 الاساسي بتاعنا اللي هو المايكروستريب واللي هو تي اي ام والتي ام 0 وهما الاثنين عايزين يسيطروا على الاستراكشر اللي هو اللي اسمه مايكروستريب. فمين فيهم هيسيطر؟ التي ام 0 دوميننت في اللو فريكوانسي. كل ما الفريكوانسي بيزيد كل ما تي ام ثابت بس التي ام 0 بيزيد ف تي ام 0 هايجاك الاستراكشر في الايه الهاي فريكوانسي. واضح الكلام ده يا شباب؟ الناس معايا ولا نامت؟ هو دكتور مش التي ام هو التي ام 0 يعني في ال لا هو ال لا 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 انت هنا يعني هنا انت خلطت ما بين البارابيت اوف جايد والجراوند دايلكتريك سلاب. لما بدينا نشرح ال parallel of guide كنا بنقول دايما الانديسيز بتاعتنا بتاعت التي ام والتي اي ان احنا بنستارت كاونت 1 2 3 4 وبعدين لما كنا بنقول الزيرو هو ده بيكورسبوند للتي ام. اه تمام ده في parallel of guide. شباب الله يكرمكم يا شباب. هنا يعني هنا زي ما قلت لكم بس ده اسئله ظريفه جدا بس محتاجين الانتباه بشده. يعني فالبايبريت اوف جايد الفكره كلها كان كمان مسمى يعني هو واحد برضو ربنا يبارك له ويهديه يعني هو اللي قال لك الفكره ديت. قال لك ان ال n equal to 0 في البايبريت اوف جايد بتكورسبوند للتي ام. فالتي ام 0 هو تي ام. لا في الحقيقه يعني عشان ما نلخبطش الدنيا في الجراوند دايلكتريك سلاب تي ام 0 this is a mode والمود دوت تي ام doesn't have a تي ام ولازم ندفرنشيت لان هو مش موجود في اللو فريكوانسي. وده فرق جوهري ما بين التي ام والتي ام 0 بيظهر جدا في لما بنبص على المايكروستريب. بالمايكروستريب التي ام موجود في الفيري لو فريكوانسي الامبليتيود بتاعه ثابت. التي ام دايما الامبليتيود اللي عندنا لو انا عندي الالكتريك فيلد بين تو كوندكتور فالالكتريك فيلد الفي على دي اللي احنا بنتكلم عليه في البارابيت كاباستور هو ده الامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد. طلعنا الفريكوانسي نظرنا الفريكوانسي هو دايما فور ايفر في التي ام هو في على دي. ففي المايكروستريب ممكن نقول برضو ان هو في على دي تو سام اكستنت يعني لو حبينا نقرب الامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد. انما التي ام 0 دكتور لو سمحت انا ما فهمتش اجابه سؤاله اللي هو ليه التي ام 0 مش التي ام. انا بقول له انا يا كويس انا بقول له ان هو غلطان. انا يعني انا بقول له انك انت يعني التبس عليك الامر. فهمت اخر واحد كلمني مين؟ مين؟ انا اهو انا ليه بقى ما فهمتش هو يعني اسمك ايه بس مش عارف ده لك اسمك ايه اسمك ايه محمد بص يا محمد هو التبس عليه الامر التبس. خدوا بالكم يا شباب هنا في حصل لبس التي ام 0 حاجه والتي اي ام حاجه خلاص حصل. واحنا بنشرح الباير بليت اوف جايد وبوزار لما جه يتكلم على الباير بليت اوف جايد لما جينا نطلع الكاتو فريكوانسيز بتوع المودز الاولانيين التي ام 1 والتي اي 1 اند سو اون وهو بيحط المعادلات بتاعته قال لك انا لما اعوض بالان ايكوال تو 0 فده هيكورسبوند للتي اي ام. فعشان المعادلات شبهت بعض يعني المعادلات بس ايه بقت شبه بعض بس لازم نتفق ان احنا عندنا حاجه اسمها التي اي ام وفي عندنا حاجه اسمها تي ام وتي اي. الاختلاف جلي وواضح وظاهر في الجراوند دايلكتريك سلاب.
في الجراوند دايلكتريك سلاب التي ام 0 خلاص موجود ستارتنج فروم فيري لو فريكوانسي. بس هل هو موجود في الدي سي؟ لا مش موجود في الدي سي. التي ام 0 مش موجود في الدي سي في الجراوند دايلكتريك سلاب. ليه؟ لان الامبليتيود بتاعه بيساوي صفر في الجراوند في الايه في في الدي سي. فالجراوند دايلكتريك سلاب انا ما عنديش التي ام 0 از نوت ذا تي اي ام. الكلام ده بيظهر واضح جدا فين؟ مع المايكروستريب. لان المايكروستريب ستراكشر بيسبورت التو مودز دول. التي اي ام ما بين التو كوندكتور، ما بين التوب كوندكتور والبوتوم كوندكتور، ده بنسميه التي ام. اثنين كوندكتور يبقى تي ام. وفي نفس الوقت انا عندي الجراوند دايلكتريك شيب موجود، ان انا ممكن يحصل جايدنس نتيجه الجراوند اللي موجود تحت والدايلكتريك الانترفيس اللي فوق. فالتي ام 0 كمان موجود. ففي حاله المايكروستريب التو مودز موجودين، التي ام نتيجه التو كوندكتورز، والتي ام 0 موجود نتيجه الجراوند والاي دايلكتريك اير انترفيس. طب هل يا ترى هما الاثنين في الدي سي موجودين؟ لا، في الدي سي التي اي ام بس هو اللي موجود. طب كل ما الفريكوانسي بتزيد اللي بيحصل التي ام ثابت لا يتغير. الالكتريك فيلد ابروكسيميتلي يعني في على دي الفولتج دروب بتوين التو كوندكتور على المسافه ما فيما بينها. فالالكتريك فيلد ثابت لا يتغير مهما غيرت الفريكوانسي. التي ام ايه الامبليتيود لا يتغير. التي ام 0 لا. طيب والكلام ده موجود برضو في البارل بليت ولا في البارل بليت؟ البارل بليت مفيش تي ام 0 اصلا. مفيش تي ام 0 ده هو الراجل الله يكرمه بوزار سمى التي ام، قال لك بما ان النتائج اللي بتطلع من التي ام 0 وهي نفس النتائج بتاعه التي ام، فتي ام 0 ده بيكورسبوند للتي ام. بس لكن هو مفيش اصلا التي ام 0. مفيش هو اسمه تي ام. تمام. كون ان الايكويشنز بتاعه التي ام 0 بتكوانسد مع الايكويشنز بتاعه التي ام، مش معنى كده ان انا عندي تي ام 0 تمام. واضح يا محمد الحته دي؟ ايوه تمام شكرا. ماشي خلاص. والعصافير كده بتزقزق حواليك، فهمت الحته دي؟ اه تمام. طيب خلاص خد بالك من العصافير يا محمد. حاضر. يلا يا شباب اسئله ثانيه يا شباب. اسئله يا شباب ايه كله فاهم؟ كله فاهم يا شباب؟ طب اللي فاهم يرفع ايده. اتاكد بس ان كنتم متابعيني. ها انا عايز بس خلاص كده. ها لا لا بس انا بس قبل ما نخش الراوند اللي مش فاهم يرفع ايده، اللي مش فاهم يرفع ايده عشان بس اعرف اتابع يعني. اللي مش فاهم بقى يرفع ايده. اللي مش فاهم يرفع ايده يا شباب. ها طب أربعة مش فاهمين. عظيم. ها اثنين مش فاهمين. ها اثنين مش فاهمين. طب واحد ميرنا إسحاق. ميرنا إسحاق مش فاهمة. طب ميرنا إيه الأخبار عندك يا ميرنا؟ ها أنا وصلت متأخر. إيه إيه أنا فاهمة متابعة بس العلامه وصلت متاخر بس. طيب تمام. طب نزل ايدك بقى خلاص. طب الغريب في الموضوع يا شباب ان 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 اللي رفع ايده كان 28 والحضور 47، فاحنا عندنا مشكله دلوقتي في 19 واحد قاعدين معانا. يعني هل يا ترى سمعوا السؤال ولا ما سمعوش السؤال؟ طب اللي سمع السؤال يرفع ايده او بقى لا قول بقى لا ما سمعش السؤال. مين ما سمعش السؤال يا شباب؟ كريم طارق كويس. محمد نبيل كويس. اتنين بس اللي ما سمعوش السؤال. طب يا شباب خدوا بالكم احنا في فاندمنتال ايشو كده. ها تلاتة تلاتة تلاتة. اتنين بس ما سمعوش السؤال. تلاتة ما سمعوش السؤال. احنا معانا 17 واحد او 16 واحد
كويس. 4 ما سمعوش سؤال. ها 5 ما سمعوش سؤال كويس. 6 ما سمعوش سؤال كويس. اخر كلام يا شباب. خلاص القول ان اتليست في 10 مش معانا في معانا ومش معانا في السيشن يعني. فنبي سؤال تاني اللي مش فاهم حاجة يرفع ايده لو سمحت. مش أيوة. طب الخمسة ها ثلاثة. طيب ها نرجع نمشي مع واحد كده. محمد نبيل اخبارك ايه؟ ما مش محمد خلاص فاهم يا محمد. موجود يا دكتور موجود. لا انا مش بسأل موجود ولا مش موجود يا ابني، انا بسأل انت فاهم ولا مش فاهم. طب كريم طارق، كريم اخبارك ايه يا كريم؟ تمام الحمد لله يا دكتور. فاهم ولا مش فاهم يا شباب انتوا رافعين ايديكم على ايه يعني؟ ما هو انا ما سمعت حضرتك قلت ان ما سمعتش سؤال يرفع ايده، فانا ما انا بعد كده قلت اللي ما انا خلاص نزلنا ايدينا وقلت اللي مش فاهم يرفع ايده. انا الصراحه مش فاهم قوي بس يعني انا كده كده هتفرج على المحاضره تاني ماشي الحال. بس خدوا بالكم يا شباب انا متهيالي كده في عندنا ايشوز ابيرنتلي في لاك في الكوميونيكيشن. طيب يعني على كل حال انا حاسس ان في 10 12 واحد حاضرين معانا اونلاين. انا ما اعرفش بقى فيزيكالي قاعدين قصادنا ولا لا، بس شكلهم كده يعني ايذر ان هو يعني قاعد ومش مستوعب اللي احنا بنقوله، او اساسا داخل ومش قاعد يعني، ده وارد برضو يعني من حقه ديفينتلي يعني. بس انا اي دو ريكومند زي ما قلت لكم الماده ظريفه اند ام انجويينج الماده ديت يعني. فلو سمحتوا اللي عنده تركيزه مش عالي مش قادر يتابع الماده ممكن يقول لي ونتكلم بالراحه لو انا بتكلم بسرعه، عشان بس مش عايزين حد يقع مننا بدري بدري يعني. اوكي طيب خلينا دكتور نكمل. معلش هو بس الجراوند دايلكتريك سلاب لو هيبقى فيه تفاصيل معتمد عليه بعد كده احنا ما خدناهوش في الترم الاول يا جماعه. انتوا مش قلتوا اخدتوا السلاب اوف جايد بتتفقوا على كلام؟ اخدنا البارالل بليت ما خدناش الجراوند دايلكتريك سلاب. لا بس اخدتوا السلاب اوف جايد صح؟ اخدناه في الاوبتكس. طيب هو الجراوند دايلكتريك سلاب هو احد مشتقات السلاب اوف جايد، بس احنا ما خدناش المسمى اللي هو الجراوند ده. مش مشكله هنعرف الفرق يعني، ما تقلقوش يعني الموضوع بسيط يعني. يعني الموضوع بسيط يعني زي ما تشوفوا كده يعني. انا الحته دي هقولها بسرعه حتى لانها مش مستاهله يعني. معايا يا شباب؟ ها شباب نكمل ولا ما نكملش؟ مع حضرتك كمل. تمام يلا يا شباب. بص يا شباب بقى الجراوند دايلكتريك سلاب زي ما قلت لكم عباره عن ايه. هو عباره عن ادي الدايلكتريك. الدايلكتريك ده زي ما انتم شايفين في اكس وادي واي، وده الدايركشن اكس واي في اتجاه الزد اهو. هو اكستندد الواي من ناقص ما لا نهايه لزائد ما لا نهايه، والزد برضو من ناقص ما لا نهايه لزائد ما لا نهايه. خلاص فده الجراوند دايركت سلاب وليميتد في الاكس حيث ان التخانه دي. تمام احنا هننفاسايز على المود التي ام بعد شويه هنقول التي اي برضو، بس احنا يهممنا قوي التي ام ويمكن ما نقولش التي اي لان كنتوا بعد شويه هتعرفوا ان كنتوا اخذتوا الكلام ده. اولا بما ان انا عندي الاستراكشر الاي زد الاي زد احنا عارفين ان هي فانكشن في الاكس والواي والزد، بس البروباجيشن في اتجاه الزد في اي تو ذا باور ماينس جيتا زد، والاي زد فانكشن في الاكس والواي. طبعا بما ان انا عندي الدايمنشن واي اكستندد من ناقص ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه ومفيش اي تشينج في الباوندري كونديشنز في اتجاه الواي، فمعنى كده على طول ان انا ما عنديش اي ديبندنس على الواي. فالاي زد الاي زد ديت هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الاي زد فانكشن في الاكس بس في اي تو ذا باور ماينس جي بيتا زد. يعني بقى بمعنى اخر ما عنديش ديبندنس على الواي. تمام؟ طيب نيجي بعد كده عايزين نكتب الويف ايكويشنز بتاعتنا وعايزين نشوف ازاي هنحل الاستراكشر دوت وايه هي الباوندري كونديشنز اللي عندنا. طب يا ترى ايه هي الويف ايكويشنز؟ الويف ايكويشنز عندنا هنا تو ريجون معانا. التو ريجونز اللي عندنا
انا عندي الريجن الاولانيه اللي هي الريجن دي، وعندي الريجن الثانيه اللي هي الريجن ديت. فبالنسبه للريجن الاولانيه انا عندي الكي بتاعتي هي عباره عن البروباجيشن كونستانت كي نوت سكوير، اللي هي عباره عن ايه، اوميجا سكوير ميو ابسلون، ميو نوت وابسلون نوت. وعندي الابسلون ار الكينوت سكوير، اللي هي سيمبلي تبقى عباره عن الاوميجا سكوير ميو نوت ابسلون نوت في ابسلون ار. فالترم دوت هيبقى هو الايه، الكينوت سكوير. فدلوقتي لما اجي هكتب الويب ايكويشنز في ريجون نمبر 1، فعباره عن بارشال سكوير على بارشال اكس سكوير بلس ابسلون ار ماينس كينوت سكوير ماينس بيتا سكوير، والاي زد اللي عندي ايكوال تو 0 في الريجون اللي هي ايه، من هنا لهنا. وبعدين لما هتكلم من الاكس من اول دي الى ما لا نهايه، فتبقى بارشال سكوير على بارشال اكس سكوير بلس كينوت سكوير ماينس بيتا سكوير اي زد فانكشن بس في الاكس، من الاكس من دي الى ما لا نهايه. تعالوا هنا بقى في كذا حاجه محتاجين نتكلم عليها. الاول، اول حاجه الحل اللي انا بدور عليه شكله ازاي. انا بدور على حل جايدد. يعني ايه جايدد؟ يعني بمعنى اخر احنا بنتكلم على حل الحال دوت واخد سينوسويدال بيهيفير هنا وديكي بالشكل دوت. يعني اهم حاجه ان هو بالنسبه لي بيكون ديكيينج في الاكس، يعني هو ديكيينج في الاكس، وممكن يبقى اوسيلاتوري في ريجون في الاكس في ريجون نمبر 1. يبقى ديكيينج في الاكس في ريجون نمبر 2 واوسيلاتوري في ريجون نمبر 1. يبقى ده شكل الحل اللي انا بدور عليه. يعني الديبندنس على الاكس المفروض يكون اي تو ذا باور ماينس حاجه في اكس، وهنختارها تبقى اتش. والديبندنس اللي على في ريجون 2 والديبندنس على الاكس في ريجون نمبر 1 ممكن يبقى ساين وكوزاين. واضح يا شباب الفرق؟ ده الحل اللي احنا بندور عليه. فالحل اللي احنا بندور عليه ده معناه ايه على طول؟ ده معناه ان انا عندي في ريجون نمبر 1 الحل بتاعي ده هيبقى الترم دوت it is a positive quantity kc square بتساوي epsilon r كينوت square minus beta square، ده positive quantity. في حين في ريجون نمبر 2 الحل دوت انا عايز ده يبقى negative value عشان يبقى decaying في اتجاه الـ x. فالحل بتاعي هقول ان ايه، h square بتساوي beta square minus كينوت square. يبقى ده الكرايتيريا اللي انا عرفت فيها الـ kc والـ h، ان هو اوسيلاتوري في ريجون نمبر 1 ديكاينج في ريجون نمبر 1 ريجون نمبر 2. فكونسيكوينت طبعا من المعادلتين دول على طول هنلاقي ان البيتا عامل مشترك في التو ايكويشنز دول، فده معناه ان هو هيربط لي الكي سي والاتش. فالمعادله الاولانيه اللي عندي ان اتش سكوير بلس كي نوت سكوير اللي هي البيتا يعني بتساوي الابسلون ار كي نوت سكوير ماينس كي سي سكوير. يبقى العلاقه اللي بتربط لي ما بين الاتش والكي سي هي العلاقه دي. فدي اول ريليشنز جبتها واول كونديشنز لازم المود اللي انا بدور عليه دوت يكون بيحققها. مود اوسيلاتوري في ريجون نمبر 1 ديكاينج في ريجون نمبر 2، فده معناه ان الاتش والكي سي مش مستقلين، الاتش والكي سي مرتبطين مع البيتا، ونتج من كده العلاقه دي. واضح الحته دي يا شباب؟ واضح الحته دي يا شباب؟ واضحه واضحه واضحه. طيب نيجي بقى نبص على الباوندري كونديشنز اللي عندنا. لما نيجي نبص على الباوندري كونديشنز اللي عندنا هنلاقي ان احنا في الحقيقه الباوندري كونديشنز دايما بناخدها الى حد ما، يعني ما فيش فيها كلام كتير. يعني اول حاجه بنقول ايه، اولا انا عندي هنا كوندكتور، فاي كوندكتور انا عندي تو باوندري كونديشنز. اما ان انا اخد الباوندري كونديشنز ان الاتش تنجنشال بيساوي السيرفيس كارنت، او ان انا اقول ان الاي تنجنشال بتساوي زيرو، انا عندي تو باوندري كونديشنز موجودين على سطح الكوندكتور. طبعا هاز نو مينينج ان انا اخد الباوندري كونديشنز الاولاني، لان الباوندري كونديشنز الاولاني انا مش عارف اساسا السيرفيس كارنت، فبالتاكيد مش عارف الاتش تنجنشال، فما ينفعش اعرف انون بانون. الاثنين مش معروفين بالنسبه لي في الباوندري كونديشنز، ده غير قابل للاستخدام او غير مفيد في الاستخدام.
فالباوندري كونديشنز اللي انا بستخدمه دايما هو الباوندري كونديشنز اللي هو الاي تنجنشال ايكوال تو زيرو. الزيرو دي حاجه معروفه، يبقى انا الباوندري كونديشن الاي تنجنشال ايكوال تو زيرو ده باوندري كونديشن موجود عندي عند الاكس ايكوال تو زيرو. طيب عند الاكس ايكوال تو دي بقى، عند الاكس ايكوال تو دي انا عندي اتنين باوندري كونديشنز. ايه هو؟ انا عندي الاي تنجنشال 1 بتساوي اي تنجنشال 2، وعندي الاتش تنجنشال 1 بتساوي الاتش تنجنشال 2. يبقى دول تو باوندري كونديشنز موجودين عند الاكس ايكوال تو دي. طب وعند الاكس بتساوي ما لا نهايه؟ عند الاكس بتساوي ما لا نهايه ان الاي بيساوي 0 والاتش بيساوي 0 واتيفر بقى، يعني تنجنشال نورمال اي حاجه، المهم الاي بيساوي 0 والاتش بيساوي 0. يبقى دول الباوندري كونديشنز اللي المفروض المود اللي انا بدور عليهم يكون بيحققه. خلاص؟ طيب نبتدي بقى ناخد الباوندري كونديشنز ونطبقها. سوليوشن في ريجون نمبر 1 زي ما اتفقنا هي اوسيلاتوري ساين كي سي اكس بلس بي كوزاين. السوليوشن في ريجون نمبر 2 سي اي تو ذا باور اتش اكس بلس دي اي تو ذا باور ماينس اتش اكس. طبعا من الباوندري كونديشنز اللي عندنا زي ما اتفقنا، عند ما لا نهايه الاي زد بيساوي 0، يبقى معنى كده على طول ان ايه الترم دوت لازم بيساوي 0. يبقى اذا السي عندي بيساوي 0. الكونديشنز الثاني زي ما اتفقنا عند الاكس ايكوال تو 0 الالكتري فيلد ايكوال تو 0، فلما الاكس ايكوال تو 0 الساين هيروح الاي زد تنجنشال كومبوننت، يبقى معنى كده ان البي كمان بتساوي 0. يبقى انا بجاست باستخدام التو باوندر كونديشنز عند الاكس ايكوال تو 0 وعند الاكس بتساوي ما لا نهايه طيرت تو كومبوننت وانتهى بيها المقال ان انا عندي الاي زد عباره عن ايه ساين كي سي ودي اي تو ذا باور ماينس اتش اكس. خلاص؟ ويتبقى لدي ان انا عايز اعرف العلاقه اللي عندي. انا جبت دلوقتي علاقه ما بين الاتش والكي، انا عايز بقى احدد الاتش والكي، فهجيب الاتش والكي هجيبهم منين؟ هجيبهم من الباوندري كونديشنز اللي عند الانترفيس اللي هو عند الاكس بتساوي دي. عند الاكس بتساوي دي زي ما اتفقنا ان التنجنشال كومبوننت للالكتريك فيلد بتتساوى والتنجنشال كومبوننت للماجنتيك فيلد بتتساوى. بمعرفه الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد الاثنين دول مع بعض، العلاقه اللي هي الاولانيه ايه، هعوض في الاولانيه الاي تنجنشال اي زد اي ساين كي سي دي بتساوي دي، فدي المعادله الاولانيه اللي هي بتكورسبوند للاي زد. والمعادله بتاعه الاتش واي اللي هي هفاضل فيها الاي زد، جبت المعادله الثانيه هقسم المعادلتين دول على بعض، هطير الاي مع الاي والدي مع الدي، هيطلع لي المعادله الثانيه اللي ما بين الايه الكي سي ما بين الكي سي والاتش. يبقى انا عندي معادلتين دلوقتي في الكي سي والاتش، يبقى انا عرفت كده الكي سي والاتش كونسيكوينت، عرفت البيتا، يبقى المود بالنسبه لي كله اتعرف. طبعا حد يقول لي طب فين الاي او فين الدي، هقول له ده بيعتمد على الايه الاكسايتيشن. يبقى انا كده عرفت الايه المود بتاعي. طبعا الحل بتاعنا نيوميريكالي جرافيكالي، انا متهيألي انتوا اخدتوا الكلام ده في السلاب اوف جايد، وانا قلت لكم هي شبه السلاب اوف جايد. فانا بالنسبه لي طبعا عشان اعرف احل المساله ديت، انا عندي هنا كي سي في الكي سي في الدي، فهعمل ايه؟ فهضرب هنا دي وهضرب هنا في دي. خلاص؟ يبقى اول معادله اللي عندي دي معادله ديت عباره عن كي سي دي في تان كي سي دي، دي معادله تان مضروبه في كي سي دي، فدي اول معادله اللي هو الجزء اللي هو مضروب في بيساوي الاتش دي. طبعا ناخد بالنا ده الجزء اللي هو طالع بالشكل دوت. الجزء اللي في الناحيه الثانيه ده هو المفروض عباره عن ايه؟ عباره التان كان كده، بس انا ضربت كمان في نيجاتيف كي سي دي، فراح طالع لي ايه لفوق كده. خلاص؟ فعشان ده كده ليه طلع شكل الايه اللي اطبق عليه ممكن شكل السلسله بتاعنا يعني. طب المعادله الثانيه بقى اللي هي اتش سكوير بلس كي سي سكوير بيساوي ايبسلون ار ماينس 1 كينو سكوير، هضرب هنا في اتش سكوير، هضرب هنا في اتش سكوير، هضرب هنا في اتش سكوير. سوري انا اسف، في دي سكوير، انا اسف معلش، دي. خلاص؟ فيديني المعادله الجميله ديت اللي هي معادله الدائره بتاعتي اللي هي اتش دي سكوير بلس كي سي دي كل سكوير بتساوي روت ايبسلون ار كي نوت في دي كل سكوير، اللي هو الايه التقاطع ده الدائره. وهنا يظهر لي المود اللي هو تي ام 0 والحلين دول، والحلين دول لو لاحظنا الاتش دي اللي عندنا فعلا بوزيتيف فاليو، واحنا زي ما اتفقنا الاتش دي هاز تو بي بوزيتيف لان الحل بتاعي انا حاطه اي تو ذا باور ماينس اتش في الاكس، فالاتش هاز مش بس بارير، it has to be positive quantity لان في boundary conditions هنا محطوط لي، انا ما ينفعش اخد الاتش نيجاتيف لان لو اخدت الاتش نيجاتيف ده معناه ان الفيلد عند الملا نهايه هيبقى ملا نهائي، فانا لازم الاتش بتاعتي اختارها positive، فانا شغال في النص الفوقاني، الحلول بتاعتي هي ايه؟ الحلول في النص الفوقاني مش في النص التحتاني. فادي اول، ادي النقطه اللي عندنا، النقطه الاولانيه للحل. معلش يا دكتور بس عندي سؤال. اتفضل.
هو الدايلكتريك سلاب دوت هو عبارة عن دايلكتريك جراوند دايلكتريك سلاب يعني تحت كوندكتور بقى دايلكتريك وفوق دايلكتريك هنا اير تمام يعني اللي تحت دوت كوندكتور عادي ده كوندكتور ده دايلكتريك زي ما مكتوب كده دايلكتريك وبعدين اير تمام يعني الدايلكتريك اللي فوق دوت اللي هو احنا في الحاله ديت اير ممتد للملا نهائي تمام تمام خلاص فالحل بتاعنا هو ده الحل اللي عندنا اللي احنا بنسميه التي ام 0 اللي عندنا فده اللي هو الايه التي ام 0 فزي ما اتفقنا الاتش دي اتهزي في بوزيتيف كوانتيتي والقيمتين اللي جايين دول لان احنا الحل بتاعنا كان ساين والساين لو جيت قسمته اي تو ذا باور ماينس جي كي واي تو ذا باور بلس جي كي فدول الحلين اللي بيكورسبوندوا ايه للساين اللي عندنا تمام كده يا شباب طبعا ناخد بالنا بقى من حاجه وده زي ما قلت لكم عشان كده نركز فكره الفرق ما بين التي ام 0 والتي ام هنا كل ما الدايره بتصغر الدايره بتصغر يعني ايه بس عشان نبقى مركزين مع بعض طبعا الامسون ار ده دايلكتريك كونستانت ده ثابت الدي ده ايه ده دايلكتريك سيكنس وده ثابت الحاجه اللي بتتغير ايه كي نوت كي نوت اللي هي ايه اوميجا روت ميو نوت ايبسلون نوت طبعا الميو نوت ثابت والايبسلون نوت ثابت يبقى الحاجه الوحيده اللي بتظهر عندنا هي ايه الاوميجا يعني كل ما الفريكوانسي يعني الدايره بتخش لجوه كل ما الفريكوانسي ايه بتظهر طبعا لو لاحظنا كل ما الفريكوانسي بتظهر كل ما الفاليوز بتاعه الاتش والكي سي بتظهر يبقى كل ما الفريكوانسي بتظهر كل ما الريديوس بتاعنا اللي هو الكي نوت بتصغر فكونسيكوينتلي كل ما الكي سي وكل ما الاتش بيصغر كله عمال يصغر يظهر معناه ايه لو جينا بصينا على الفاليوز بتاعتي بتاعت الالكتريك فيل ادي الاي زد خلاص ساين وساين ده الحل بتاعنا انما بعد كده هنلاقي ان الكي سي عماله تصغر والاتش عمال يصغر والفيلد بالنسبه لي عمال يجوتو زيرو فانا ما عنديش فيلز عندنا والفيلد كله بيقول الى زيرو فده فيري فاندمنتال ايشو عندنا خلاص فانا ما عنديش فيلد موجود في الايه في الفيري لو فريكوانسي كل ما الفريكوانسي بتزيد العلاقه طبعا بتروح بالايه بالعكس كل ما الفريكوانسي بتزيد كل ما الكي نوت بتزيد كل ما الكي سي وكل ما الاتش ايه عمالين يزيدوا خلاص طبعا سامعيني يا شباب ولا مش سامعيني تمام طبعا الكلام ده انتوا اخدتوه في السلاب اوف جايد لما اخدنا الايفن اناليسز ولود اناليسز وقسمنا الدايلكتريك سلاب بالنص وبعدين لما حطينا قلنا في سيمتري وبعدين لما حطينا السيمتري قلنا ان الاي تانجنشال ايكوال تو زيرو فالجراوند دايلكتريك سلاب هو سبيشال كيس من السلاب اوف جايد صح كده يا شباب صح يا شباب ولا مش صح تمام مظبوط طيب لو جينا اخدنا تي اي مود بقى هل يا ترى تي اي مود بيظهر في عنده تي اي 0 هو كمان لا ما عندوش تي اي 0 نفس الخطوات بالظبط هنبتدي بالاتش زد خلاص هنقول برضو ان احنا ما عندناش واي ديبندنس نتيجه ان الواي اكستندد من ناقص ما لا نهايه لزائد ما لا نهايه وما عنديش باوندري كونديشنز في الواي فالسولوشنز بتاعتي برضو نفس الكونديشنز اللي عندي انا بدور على سولوشن اوسيلاتوري في ريجون 1 ديكينج في ريجون نمبر 2 فمعنى كده على طول ان في اول ريليشنز بتربط ما بين الاتش والكي سي اتش سكوير بلس كي سي سكوير بيساوي ايبسلون ار ماينس 1 كي نوت هنطبق الباوندري كونديشنز اللي عندنا هنا ناخد بالنا ان التنجنشال كومبوننت للالكتريك فيلد ايكوال تو 0 خلاص عند الاكس ايكوال تو 0 وعند الاكس ما لا نهايه الاتش ايكوال تو 0 فانا المره دي ناخد بالنا الحل بتاعنا هيبقى البي كوزاين ليه لان الاتش زد محتاجه افاضلها عشان اجيب التنجنشال كومبوننت للالكتريك فيلد فلما اساويها فلاقي ان الايه الاي هي اللي بتساوي 0 المره دي فيتفضل معايا البي ونفس الكلام عندي هنا السي ايكوال تو 0 فانا عندي الحلين دول هو الموجودين وبعدين بعد كده هقول ان التنجنشال كومبوننت للالكتريك فيلد بتتساوي التنجنشال كومبوننت للماجنتيك فيلد بتتساوي عند الاكس ايكوال تو دي فيطلع لي الايه المعادله الثانيه من المعادله الثانيه بقى عندي بقى المعادلتين بتوعي ان الاتش سكوير بلس كي سي سكوير بتساوي ايبسلون ار ماينس 1 كي نوت سكوير دي المعادله الاولانيه والمعادله الثانيه ماينس كي سي كوتان كي سي دي بتساوي اتش دي المعادله الثانيه هضرب هنا في دي وهضرب هنا في دي هضرب هنا في دي سكوير هضرب هنا في دي سكوير هضرب هنا في دي سكوير فايه هيبقوا معادلتين في تو انونز الكي سي في الدي والاتش في الدي احنا هنا بقى زي ما اتفقنا ما عندناش سولوشن ليه لان التقاطع بيتم فين في النيجاتيف
التقاطع بيتم في النيجاتيف اتش، واحنا بروهيبيتد الفاليو الاتش كان نوت بي نيجاتيف فاليو، الاتش هاز تو بي ا بوزيتيف فاليو نتيجه الفرضيه اللي انا بادي بيها المساله. انا بادي الفرضيه بتاعتي ان الاتش هاز تو بي بوزيتيف لان عند الاكس بتساوي ما لا نهايه الفيلد ايكوال تو زيرو. لو انا قلت لا ده انا هسمح بالاتش ان هي تبقى نيجاتيف فاليو، يبقى في الحاله دي كنت لازم اخد الايه، اخد الترم ده وادروب الترم ده. فانا نتيجه ان انا بقول ان الاتش هاز تو بي فيري بوزيتيف، فالحلول اللي عندي التقاطعات تحت ديت غير مقبوله، فكونسيكوينتلي انا ما عنديش تي اي زيرو. واضح يا شباب؟ طب دكتور هو حضرتك ليه الكي سي دي ممكن تاخد فاليوز نيجاتيف؟ احنا يا شباب زي ما اتفقنا الـ 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 في الاخر الاتش زد هي عباره عن بي كوزاين كي سي دي، والكي سي دي عباره عن اي تو ذا باور ماينس جي بلس اي تو ذا باور بلس جي، صح؟ مش ده الكوزاين؟ ففي الحقيقه الحلين اللي انت بتجيبهم هما الحلين اللي بيكورسبوندوا للاي تو اي تو ذا باور ماينس جي واي تو ذا باور بلس جي. اه تمام تمام. فالحلين دول في الحقيقه الحلين دول هما الحل بتاعنا يعني. الكي سي الاصل اللي الكي سي عندنا اصل الاصل فيها انها بتاخد تو فاليوز على طول بوزيتيف ونيجاتيف، يعني ما ينفعش تطلع بسنجل فاليو. تمام ماشي يا شباب. طيب آه يبقى احنا كده هو ليه في الجزء النيجاتيف بضرب يعني بخلي بدل الثاني العاديه بخليها طالعه لفوق كده؟ لان هذا سؤال جميل. ما انا قلنا يا شباب خدوا بالكم بس دي التريكات البسيطه، يعني انا عندي هنا التان كي سي مضروبه في الكي سي دي، فالحته ديت فالتان كي سي نازله لكده بس هي مضروبه في الكي سي اللي هي نيجاتيف، فنيجاتيف نيجاتيف يطلع لي ايه؟ يطلع لي بوزيتيف. ها معايا؟ تمام تمام تمام. طيب يبقى احنا كده دلوقتي شفنا المود اللي هو تي ام 0، والتي ام 0 دوت يعني زي ما احنا شايفين كده ده مود مشكل ومود مزعج وبيتداخل بكثره مع الفاندمنتال مود بتاعنا بتاع المايكرو ستريب. بس احنا دلوقتي عرفنا مشاكله معانا ايه، ان الاستراكشر بتاعنا ممكن يسبورت جايدنس ديو تو ذا بريزنس اوف ذا جراوند ات ذا بوتوم اند ديو تو ذا جراوند دايلكتريك انترفيس ات ذا توب لاير اللي هي بتوين الدايلكتريك والايه. خلاص فده مود. المود دوت احنا عايزينه ولا مش عايزينه؟ ها شباب مش عايزينه. المود مش عايزينه بالظبط. المود ده احنا مش عايزينه، احنا عايزين المود الجميل بتاعنا اللي هو التي اي ام اللي ناتج بين التو كوندكتورز التوب كوندكتور والبوتوم كوندكتور. طيب احنا النهارده يعني انا مش هحاول اطول عليكم لان الاناليسيس دوت بقى هيطول، فهشرح لكم بس الفكره الاساسيه وان شاء الله المره الجايه بقى نبتدي نتكلم في التفاصيل بتاعتنا. احنا عشان نحل المايكرو ستريب، المايكرو ستريب حله سنه صعب شويه، فهنبتدي بان احنا نستخدم الستريب لاين. وهنا ناخد بالنا بقى في بدايه المحاضره، وانا عشان النهارده كده اصريت برضو نتكلم على بدايه على الكواكسيال كيبل. احنا لو انا عندي داي الكتريك يا شباب سوري انا اسف يعني انا عندي كواكسيال كيبل سراوندد بداي الكتريك ايبسلون ار، الفيلوسيتي بتاعت البروبوجيشن بتساوي كام؟ ها يا شباب على فكره موجوده على السلايد، يعني سي اوفر ايبسلون ار روت ايبسلون ار، سي على روت ايبسلون ار. خلاص والفيلوسيتي نفسها برضو بتساوي كام بدلاله ال L والC؟ وعشان كده قلت لكم خدوا بالكم من الكاركترستيك امبيدنس وال L والC. الفكره كلها it is not an impedance، الفيلوسيتي يعني بيساوي 1 على روت LC. يبقى انا عندي اول معادله بالنسبه لي، انا عندي الفيلوسيتي اتعرفت وعندي معادله لل L والC. لو انا عرفت ال L او السي هقدر اعرف الثاني، ولو عرفت الاثنين يبقى انا عرفت على طول جبت الكاركترستيك امبيدنس اللي هي روت L على C. يبقى انا مشكلتي في اي ستراكشر بحل ستاتيك ان انا محتاج اجيب حاجتين، محتاج اجيب الفيلوسيتي ومحتاج اجيب الايه الكاباسيتنس. ليه؟ لان الكاباسيتنس زي ما احنا حليناها المره اللي فاتت كنا بنجيبها بحل لابلاس ايكويشن من السنه اللي فاتت، مش الترم اللي فات، من السنه اللي فاتت لابلاس ايكويشن. فانا اللي دلوقتي انا مشكلتي انحصرت في ان انا محتاج احل لابلاس ايكويشن. ليه؟ لان الستريب لاين هو عباره عن حتة كوندكتور في النص وحوالين منها كوندكتور تاني، وكل ده سراوندد بايه؟ بداي الكتريك ايبسلون ار. يبقى انا كده على طول عرفت الفيلوسيتي اللي هي بتساوي سي على روت
ايبسلون ار اللي هي بتساوي 1 على روت ال سي. يبقى انا كده جبت اول ريليشنز اللي عندي خلاص، ويتبقى ان انا اجيب الكاباستور من ديل سكوير في ايكوال تو 0. جبت الكاباستنس، جبت الكاباستنس، يبقى جبت ال ال، يبقى جبت الزد اللي هي روت ال على سي. وبما ان بقى جبت كمان هجيب البيتا، البيتا اللي هي عباره عن اوميجا على سوري اوميجا على في اللي هي اوميجا روت ال سي. يبقى انا كمان جبت البيتا وجبت الكاركترستيك امبيدنس، يبقى الترانسميشن لاين كده بالنسبه لي فولي كاركترايز. فاهم واضح الحته دي يا شباب؟ شباب معايا في الحته ديت؟ اه دكتور هو الفلو واضح، بس هو دكتور معلش انا مش فاهم هي ال ال دي ظهرت ازاي في الـ في الاستراكشر بتاعنا الاندكتنس. الشباب احنا اتفقنا ان فاكرين زي ما قلت لكم في اول المحاضره خالص، قلت لكم كواكسل كيبل، فاكرين في الفيلد بتاع السنه اللي فاتت عملنا ايه؟ طول السنه كنا بنعمل حاجتين، نص السنه او نص الترم الاولاني كنا بنحسب الكاباسيتنس بير يونت لينس صح، وفي نص السنه نص الترم الثاني كنا بنعمل ايه؟ ايوه تمام افتكرت، كنا بنجيب الاندكتنس بير يونت لينس صح. ايوه وقلنا ان احنا عندنا الكاركترستيك امبيدنس عباره عن ايه؟ روت الا على سي خلاص، وعندنا البيتا عباره عن ايه؟ عباره اوميجا روت ال في سي، والفيلوسيتي بتساوي 1 على روت ال سي. معايا يا شباب في الكلام ده؟ لا دكتور تمام تمام. فانا دلوقتي الـ انا الاندكتنس وما جايبها صعبه، الاسهل ان انا بجيب الكاباسيتنس من خلال لابلاس ايكويشن. فانا عندي معادلتين، الفيلوسيتي بجيبها منين؟ بجيبها من الالكترومغنيتيك، ان انا بقول لو انا عندي ميديم، لو انا عندي ترانسميشن لاين الميديم اللي حواليه يونيفورم وليه ايبسلون ار، يبقى الفيلوسيتي بتاعتي بتساوي ايه؟ سي السبيد اوف لايت مقسوم على روت ايبسلون ار. ماشي الحل؟ معايا يا شباب؟ الباشمهندس اللي كان معايا راح فين؟ ايوه يا دكتور انا مع حضرتك، سامع حضرتك. فجبت الفيلوسيتي خلاص، الفيلوسيتي الزاويه دي بتساوي ايه؟ 1 على روت ال سي. يبقى انا جبت اول معادله بتربط ال ال والسي انها بتساوي الفيلوسيتي. لو جبت الكاباسيتنس، لو جبت الكاباسيتنس يبقى انا عرفت ال ال، يبقى انا جبت ال ال عندي ال ال وعندي سي بالظبط. لو انا جبت ال ال بالظبط كده، لو انا جبت ال سي هجيب ال ال، من ال ال هجيب الكاركترستيك امبيدنس وهجيب البيتا، يبقى الترانسميشن لاين بالنسبه لي دلوقتي كسيركت وايز خلاص بقى فولي ديفايند. الترانسميشن لاين بالنسبه لي بيتعرف ازاي في اي سيركت سيميليتور؟ بيتعرف بتو بارامترز، الزد والبيتا خلاص، او يتعرف بايه؟ يتعرف بالال والسي، ده الترانسميشن لاين في اي سيركت سيميليتور، لا ال وسي لا زد وبيتا. واضح يا شباب؟ اه يا دكتور تمام. فاحنا ان شاء الله يعني احنا نكتفي بهذا القدر النهارده. انا بس عايز اتفق معاكم والفريق، ما اعرفش الناس الثانيه، المفروض المحاضره بتاعه البروجكت مانجمنت انا متهيألي غلطت وحطيتها الساعه 3، هي المفروض تبتدي الساعه، احطها 3:30. فانا هصلح بس المواعيد بحيث ان هم نكون الى حد ما المجموعه الثانيه خلصت، ونتقابل اول ما يخلصوا على طول. خلصوا الساعه 3:30 خير وبركه، خلصوا الساعه 4 خير وبركه، يعني وقت ما تخلص حد بس. مين المندوب بتاعكم، ماجد ولا عمرو؟ ماجد. ماجد بس يتصل بيا وهنبتدي على طول السيشن الثانيه يعني. اوكي يا شباب، انا متهيألي this is a very good point to stop at، وان شاء الله المحاضره بقى الجايه نكمل ونعمل الاناليسيس بتاع الستريب لاين والاناليسيس بتاعه المايكرو ستريب، وده على فكره يمكن ذا اونلي اناليسيس موجود في الـ في الـ في الكورس يعني. وهتلاقي في الاخر وانتهى لابلاس ايكويشنز بنحل لابلاس ايكويشن، بس برضو من المفيد ان احنا بصينا. ها هو المحاضره الثانيه خلصت؟ المحاضره الثانيه خلصت. ده طب كويس جدا، عايزين تبتدوا البروجكت بس ناخد بريك بس يا شباب كده 10 دقايق ولا بتاع، يعني الساعه دلوقتي 2:30، نبتدي الساعه 3 ناخد بريك نص ساعه كده ونبتدي الساعه 3. تمام كويس خلاص تمام ماشي الحال، نبتدي الساعه 3 وربنا ييسر. تمام كده يا شباب، اشكركم جدا، وميعادنا ان شاء الله الساعه 3. وبرده الناس اللي حضرت النهارده وشافت المحاضره الداونلود، عشان برده اللي حاسس ان المواضيع فيه صعوبه بالنسبه له وان هو مش قادر يهضم الامور كويس، يفاينلايز هيز ديسيجن يعني. ماشي
اتمنى التوفيق، وميعادنا ان شاء الله الخميس الجاي يا شباب. شكرا جدا يا شباب، السلام عليكم.